حسن شحاتة المعلم هو فعلاً معلم، هو أسطورة كروية جوه الملعب وبره الملعب، جريئة وبتبقى مصممة 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 لغاية ما الضيف يقول الإجابة بالشكل اللي هي عايزاه. أنا مش 100% كروية ولا زملكاوية، بس أنا برضو بحب المعلم. بيستخلصوا الإجابة اللي عاوزينها بشكل كبير جداً جداً، فهي النهاردة تعالى تبقى العملية صعبة بالنسبة لها. حشاكسه وشغبه وطلعه للقديم والجديد عشان تتبسطوا بالحلقة. معلم هيجاوب على كل الإجابات، وفي حاجات ممكن تبقى شخصية قوي ما جاوبش عليها. أنا مش شوبير ولا مدحت شلبي، بس أوعدكم إن أنتوا هتشوفوا الكابتن حسن شحاتة بشكل مختلف تماماً. سنة أنا بحب النواحي الهجومية، إن شاء الله خير. مساء الخير كابتن حسن شحاتة. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير على حضرتك. ازاي حضرتك؟ كل الموجودين منورنا النهارده في الاستوديو. الله ينور عليك ويخليك يا رب. الحمد لله. دلوقتي الفقره الاولى انا والعالم بنعرض فيها شويه اخبار ونتناقش فيها من مصر ومن العالم. ماشي اوكي. اول خبر معانا، الخبر بيقول البيت الابيض يدين عباس لاهانته السفير الامريكي لدى اسرائيل. ده هو هم كده على طول، يعني هم كده على طول عمرهم ما يدينوا نفسهم. هم دايما بيدونوا يا إما فلسطين يا إما بيدينوا مصر يا إما، لكن هم ما بيدونوش حد. ودي أبسط حاجة اللي حاصل النهاردة. يعني اللي حاصل النهاردة إن تركيا تخش وتستولى على عفرين وتقتل الشعب السوري ويوي. مفيش النهاردة مفيش حقوق إنسان. احنا بس تحصل اي حاجه كده او اي خبر من مصر يطلع يقولوا كذا بتاع ان هم بيضربوا المتظاهرين بيعملوا متظاهرين، تلاقي حقوق الانسان وكله بيجري على مصر عشان يشوف ايه اللي حاصل. بس هو ابو مازن شتم السفير بلفظ خارج. انا ما شفتش، يعني انا في الغالب ما بتفرجش، مش على الحاجات دي ما بتفرجش الا على الاخبار اللي هي بيبقى فيها شيء من الاستفزاز. لكن هو في العاده هم ما لهمش، هم بيعملوا اللي هم عاوزينه. اذا كانت اسرائيل او تركيا او 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 وبعدين ما تلاقيش حد بيتكلم معاهم ولا حد بيقول لك حقوق الانسان ولا حد بيقول لهم لا ده ما يصحش. النهارده تركيا بقى لها قد ايه قاعده في سوريا في عفرين؟ بقى لها قد ايه؟ شهر ونص او شهرين. مش كده؟ النهارده قتلت كام حد من المدنيين كمان، مش من هنقول لك الجيش السوري ولا من المعارضه ولا عشرات وعشرات. وبالتالي انا راجل ما بحبش صحيح اتكلم في السياسه، بس الظروف هي اللي بتحتم علينا ان احنا لازم نتطرق فيها. للسياسه طبعاً. طب ازاي منطقتنا تخرج من اللي هي فيه؟ ايه الحل من وجهه نظرك؟ احنا وضع طبيعي. احنا طبعا كمصر بيعتبر مصر دي طبعا هي رمانة الميزان زي ما بيقولوا، رمانة الميزان او هي الامه العربيه وهي كذا، فكله بيعتمد على وجود مصر. ودي حاجه مش هقول لحضرتك في حقنا وحشه، لا في حقنا كويسه، بس بيحملوا مصر اكتر من طاقتها. طبعا احنا حابين حاجه زي كده، احنا حابين حاجه ان احنا نساعد كل الدول العربيه، والدول العربيه دي تعتبر يعني اخواننا واشقائنا وكل الكلام ده كله، لكن بيحملوا مصر اكتر من طاقتها. دورها الطبيعي، دورها لان الطبيعي مصر دوله رائده في المنطقه واهم دوله في المنطقه، وهي واخده الرياده ورجعت الرياده تانية لمصر وكل حاجه. بس بنقول لحضرتك ان احنا بيحملونا اكتر فوق طاقتنا. بس انت ما جاوبتش على السؤال اللي هو ازاي الوضع اللي احنا فيه ده ممكن يتحل من وجهه نظرك؟ وضع ايه بالظبط بقى؟ الوضع اللي احنا فيه. سوريا، فلسطين، العراق. ما انا مش عاوز اتكلم في حاجات ممكن انا ودان بيها. لان احنا سايبين سوريا، سايبين العراق، سايبين اليمن. احنا اللي مفيش اي تكاتف عربي. التكاتف العربي دول عربيه. ما بتكلمش على مصر طبعا. ما بتكلمش على مصر. مصر التوب. مصر البوس. طيب لازم تيجي بقى اطراف اللي هي الدول العربيه عشان نقدر نخرج الناس او نقدر ننهي المشاكل اللي في الدول العربية بالشكل الكبير ده. يعني انت حضرتك شايف ان الدول العربية لما تخلت على الدول التانية بتدخل بقى ايران وبتدخل اسرائيل. كل اللي بيحب يتسلق بيلاقي ان هو ظروفه بتسمح ان هو يتسلق وان هو يسيطر كمان. مش هقولك يتسلق بس بيسيطر كمان. طيب تعالى بقى ندخل الخبر التاني هتحبه. كويس اوكي. بي بي سي تعلن موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول.
هو طبعا الكلام كتير على اساس ريال مدريد، محمد صلاح ريال بالزبط. مدريد بيتكلم عليه، برشلونه بتتكلم عليه، ودي حاجه احنا بتسعدنا احنا عارفه حضرتك ازاي، لكن ممكن ما تكونش بتسعد محمد صلاح. محمد صلاح عمل حاجات جامده قوي 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 لما انتقل لليفربول السنه دي. ويا ترى محمد صلاح هو حابب ان هو يسيب ليفربول؟ ودي راجعه له، ده وضع طبيعي، دي راجعه له، وبناء على رأيه او موافقته ان هو يرحل عن ليفربول او ينضم لبرشلونه او لريال مدريد، دي حاجه هو راجعه له. محمد صلاح ما بيبصش الناحيه الماديه، محمد صلاح بيبص ان هو بيلعب، الظروف اللي محمد صلاح لمصلحته طبعا انه يلعب، انه يلعب النهارده. الظروف كلها وكل الشواهد بتقول ان محمد صلاح الدنيا كلها بتحاول تستقطبه عندها عشان يلعب للفرق بتاعتها. طب من وجهة نظر حضرتك بما انك خبير قروي، طيب النقطة دي سليمة دلوقتي ولا هو متسرع فيها؟ نقطة ليفربول ولا ان هو يرحل عن ليفربول؟ ريال مدريد، ان هو يروح لريال مدريد. هقول لحضرتك حاجة، يعني من الحاجات اللي انا بقولها، يعني محمد صلاح ربنا كرمه بشكل كبير جدا جدا في ليفربول، اكتر بسم الله ما شاء الله، اكتر من الانديه اللي راحها قبل كده سواء روما او كانت تشيلسي او 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 محمد صلاح ممكن يكون معاه نجمه او نجمين ثلاثه بالكثير في ليفربول، لكن ريال في ريال مدريد كلهم نجوم. بس هو نجم، هو نجم النجوم. محمد صلاح نجم النجوم طبعا، بس لازم هو، بس معاه رونالدو احسن لعيب في العالم. لا، رونالدو غير رونالدو، فهو لازم نجوم. لازم يدرسها بشكل كويس جدا جدا جدا. يعني النهارده لما جم سالوا نيمار، انت رحت سبت برشلونه ليه ورحت باريس سان جيرمان؟ باريس سان جيرمان قال ايه؟ قال ان هو ميسي موجود يبقى بيبقى مسيطر على كل. فالنهارده محمد صلاح لازم يفكر في حته ليفربول ريال مدريد دي بشكل كبير جدا، وربنا كرمه في ليفربول. يبقى لازم يتمهل، لازم يفكر بشكل كويس، يتمهل، يرجع لحد هو بيثق في كلامه، ياخد رايه، حاجات كتيره جدا جدا جدا. طب مش ممكن لو هو ما خدش الخطوه دي دلوقتي ممكن مستواه يقل وما يعرفش يروح ريال محمد مدريد؟ محمد صلاح من اللعيبه اللي مستواها ما يقلش. ليه؟ محمد صلاح أولا هو قريب قوي من ربنا، هو بر بأهله بشكل كبير وبر بلده بشكل كبير كده، عشان كده هو بلده، ما بلده مش هقول مصر، مصر دي الأم لكن قريته طبعا. فعشان كده ربنا بيديله، بجانب ان هو محافظ على نفسه بشكل كويس قوي قوي، بيتمرن بشكل كويس قوي قوي. يعني ايه محافظ على نفسه؟ محافظ على نفسه، انت عارفه ان في حاجات كتيره جدا ممكن انت تبوظ لك وتقلل من مستواك بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني هو تقصد العلاقات النسائيه، التدخين؟ العلاقات النسائيه، التدخين، الشرب، الحاجات دي كلها طبعا، دي حاجات دي بتقضي تماما على اي لاعب لو هو خاط فيها بشكل كبير. يعني محمد صلاح مش كده، محمد صلاح ملتزم، مش مثال اللاعب الملتزم، ملتزم حتى في حياته لنفسه، مش ملتزم بعيد عن الحاجات دي وخلاص، لا، ملتزم لنفسه، ملتزم مع اسرته، مع مراته، مع بيته. يعني ده محمد صلاح انا بعتبرها حاله، يعني حالة مش عاوز أقول ما تتكررش، لكن حالة كل فين وفين لما تتكرر. إيه رأي حضرتك بقى في الدور اللي لعبه محمد صلاح في تقليل الإسلاموفوبيا في إنجلترا وفي أوروبا؟ يعني أنا مش هقول إنجلترا بس، أنا أقول في أوروبا. وزي ما قلت لحضرتك، مش هي محمد صلاح حالة، الحالة اللي عليها محمد صلاح الكل بيحاول يقلدها، منها السجود. يعني منها السجود بعد ما بتجيبي هدف ولا حاجة، بيسجدوا في الملعب لله. هم طبعا مش عارفين بيسجدوا ليه، ممكن يكونوا سألوا محمد صلاح، لكن هم بيسجدوا زي محمد صلاح. تقصد الناشئ الانجليزي اللي هو لما بيجيب جون بيسجد حتى لو هو مش فاهم معنى ده، بجانب اليوفط اللي هم بيعملوها ومشجعين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. عشان كده بقول لحضرتك محمد صلاح هذا زي الحاله بتاعتنا لما كان المنتخب، يعني كانوا مسمينه منتخب الساجدين في اي حته في افريقيا، حتى في افريقيا دلوقتي في الدول العربيه اي حد بيجيب جون بيسجدوا، يا اما بيسجدوا مجموعه يا اما بيسجد اللاعب اللي جاب جون. طب او حاجه. انا لو سالت حضرتك الناشئين الجداد ازاي يبقوا محمد صلاح او اللعيبه الحاليين؟ لا، هي دي بتبقى من اللاعب نفسه، يعني اللاعب نفسه هو حياته ازاي، ان هو عايش عنده ازاي. خلطه خاصه بيه يعني؟ طبعا لازم، طبعا عنده خلطه، مش كل بيت نفس التربية هي نفس التربية أكيد. أو كل أسرة بتربي على نفس تربية الأسر الأخرى، وبالتالي هتلاقي إن هو على حسب هو
الكاركتر النشأة بتاعته والنشأة وشخصيته وهو طالع فعلا متدين طالع بيسوق ويصلي والحاجات دي كلها ممكن توصله لكده. طب خلطة النجاح من وجهة نظر حضرتك يعني لو أي لاعب دلوقتي عايز يبقى مهم في العالم عايز يبقى لاعب ليه اسمه ويكبر كويس. ويمشي على خطى محمد صلاح يعمل ايه؟ كل اللعيبة في العالم عاوزة تبقى لعيبة كويسة طبعا وعاوزة تبقى أسعارها عالية عالية عارف حضرتك. لكن ما نيجي نتكلم بنتكلم احنا على العرب اللعيبة العرب اللعيبة العرب النهاردة لما تيجي انت كل واحد زي ما قلت في البداية قلت لحضرتك ان عشان يبقى لاعب جيد و عنده متعة الحياة لازم يضحي بيها يضحي بيها طبعا هو لازم يضحي بيها متع الحياة هيضحي بيها عشان يبقى ماشي في الطريق المستقيم ماشي في 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 الطريق اللي هو يوصله للنجومية. النجومية يعني عاوز اقول لك النجومية كبيرة. الشاذة كبيرة تحس لان انا بقول لك نجومية محمد صلاح نجومية شاذة ربنا اعطاله الوضع ده هو حريص عليه وبالتالي ربنا بيديله على طول يا رب ان شاء الله وربنا يحفظه ربنا يحفظه يا رب ان شاء الله اي 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 لاعب اي ناشئ عاوز يوصل للكلام ده دي النصيحه اللي بتقولها النصيحه اللي بنقولها ان هو بيضحي حاجات كتيره. يعني النهارده اللعيب المحترف بيتمرن كم مره في اليوم بيتمرن اقل 3 مرات في اليوم غير احنا بقى اللعيبه 3 وحدات تدريبيه وممكن هو كمان يدرب نفسه او يتدرب على اساس ان هو عاوز يعوض حاجه فتلاقي فيه الصبح في تدريب الدور في تدريب ممكن بالليل يبقى في تدريب زي ميسي مثلا وكريستيانو بيتدربوا على ضربات الحرة المباشرة طبعا لوحدهم ودي تدريبات خاصة يا إما هو بيعملها لنفسه يا إما المدرب بيعمله شغل خاص بيه هو عشان ينميله مهارة عنده أو يطور مهارة من المهارات اللي عنده. طيب موافق أم مش موافق إن محمد صلاح أفضل لعيب في تاريخ الكرة المصرية؟ هو 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 لما نيجي نتكلم هنتكلم بالشواهد اللي قدام لا إيه؟ من وجهة نظر حضرتك رأيك الشخصي لا معلش لا 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 ما يعني ما يعني مش عاوزين نقول كده عشان اول حاجه ما نحسدوش تاني حاجه لا دي حقيقه تاني حاجه لا هنقول بسم الله ما شاء الله دلوقتي قبل ما نقول اي بسم الله ما شاء الله حاله وانا قلت لحضرتك ان هي حاله لكن على مر الزمن مصر ولاده مصر ولاده طب مين من وجهه نظرك افضل 3 لعيبة بالترتيب. محترفين محترفين لا مش عموما في تاريخ كرة القدم لا لا في لعيبة كتير انت المصرية مش طيب بالترتيب ما اتفرجتوش عليها حاجات طب كتير ده تاريخ قول لنا لا ما هنقول لكم انتم ما شفتوش يبقى ما احنا لما إيه؟ نقعد مع خبرة تاريخية انا بقول لحضرتك خبرة كروية يعني وتاريخ يعني كبير لازم ناخد من حضرتك المعلومة جميل كل فترة من الفترات بيبقى في اجيال بتيجي جيل بيسلم جيل وجيل بيسلم جيل وجيل كل جيل هتلاقي فيه لاعب واثنين وثلاثة وعشرة طب لعيبة لكن هو محمد صلاح عشان كده بقول لحضرتك دي حالة نادرة طيب بعيدا عن محمد صلاح كويس مين الأفضل في جيل حضرتك أنت ولا الخطيب ولا فاروق جعفر وبصراحة أنا ما أقدرش أقول على نفسي لا أنا عايزك ترتب لا ما أقدرش أقول على نفسي لكن في خطيب اللعيب جامد أو راجل سكور جامد فاروق جعفر كان لعيب نص ملعب ما حصلش طب مين فيهم الأفضل لا ده وضع وده وضع انا مش بهرب من السؤال خد بال حضرتك فاروق جعفر يعني تقصد ان ده مركز وده مركز ده راجل بلاي ميكرز وده راجل سكورر خطيب النهارده لما تيجي تقيم الخطيب راس حرب راس حرب ما تيجي تقيم فاروق جعفر نص ملعب لما تيجي تقيم فاروق جعفر قيم فاروق جعفر على لعيبه نص الملعب ما تيجي تقيم الخطيب قيم الخطيب على اللعيبه اللي بتلعب في نفس البوزيشن بتاعه بتجيب اهداف ازاي والخطيب بيجيب اهداف طب انت البوزيشن بتاعك كان ايه انا كان كله وبعدين انا مش بقول لك الكلام ده والله دي حقيقه انا عارفه ما هو هنشوف دلوقتي في البروفايل يعني انت حارس مرمى لعبت حارس مرمى ده لعبت حارس مرمى لمنتخب مصر ده حقيقي في بطوله البحر الابيض المتوسط وقدام الجزائر وكان اول ما كانش فيه وصديت كذا كره ما كانش فيه كورتين طلعت كورتين جامدين قوي بعد اكرامي اتعور وانا لعبت مكان اكرامي وكان الخناقه بيني وبين مصعد نور الله يرحمه الله يرحمه مين اللي يقف اللعيب المصري يقف جون لعيب النادي المصري مين اللي يقف جون فلعبت حراسه مرمى لمنتخب مصر ولعبت خط دفاع كمان لعبت قلب دفاع ولعبت ظهير ايسر وايمن وطبعا لعبت نص ملعب ولعبت مهاجم كل حاجه انا لعبت لما لعبت مكان ابراهيم يوسف الله يرحمه يحسن اللي اتعور ولعبت مكانه اللي هو قلب الدفاع خدت هداف الدوري 18 هدف سنة وانا بلعب في خط الظهر ما بلعبش ولا نص ملعب ولا بلعب مهاجم
هداف الدوري 18 هدف. طب بعد كل ده ازاي فاروق جعفر يطلع على قناة الاهلي وقال كده؟ قال ان الكرة المصرية ما جابتش غير 3 مواهب، انا الخطيب علي ابو جريشة. سمعت الكلام ده؟ رأيي فقط سمعته. طب رأيك فيه ايه؟ سألت قبل كده في برنامج من البرامج كده، ده فاروق جعفر كان حوار مع يقول عن نفسه كابتن. انا ما اقدرش اقول عن نفسي ان انا احسن من فلان واحسن من علان، اللي بيحكم الجمهور واللي بيحكم المدربين واللي بيحكم النقاد. انت جواك شفته ازاي الكلام؟ نعم؟ جواك شفت الكلام ده ازاي؟ لا عادي، انا بالنسبه لي عادي، انا لعلمك انا ولا ادقق على حاجه بتتقال من فاروق من خطيب من فلان من علان، ما بدققش على حاجه، المهم ان انا راجل كنت واثق من نفسي، وبعدين اسيب الناس بقى هي تتكلم او النقاد هم اللي يتكلموا. بس ما ترجعش تكلمه تقول له انت قلت ليه. لا 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 ما اسالوش، لا لا لا، كل واحد له حريه الراي. لا ما اقدرش اروح له، فاروق صاحبي. ما عشان صاحبك عشان كده بقول لك يا صاحبي، عارف حضرتك ازاي، لكن هو بتحلل معاه في نفس القناه. نعم بتحلل معاه في نفس القناه. لا لا غير تحليل، فاروق من زمان احنا لعبنا مع بعض. لا جيلك، ما انا فاهمه، بس كمان دلوقتي بتحللوا مع بعض في نفس القناه. في نفس القناه، هو حر في رأيه، ما أقدرش أقول غير كده، وأنا بسيب النقاد وأسيب الجمهور إذا كان هو رأيه صح أو رأيه غلط. طب سمعت أن داعش بيهددوا أن هم حيقوموا بأعمال إرهابية في كاس العالم وحيختالوا ميسي، سمعت الكلام ده؟ سمعت الكلام ده، أن هم أثناء كاس العالم هيبقى فيه، يا رب استرها رب إن شاء الله، في لما يكونش الله. في حاجة ما يكونش في حاجة، هيقوموا بأعمال إرهابية وإجرامية كعادتهم يعني، لكن ما أظنش أن يمكن روسيا بيوصلوا الكلام ده عشان يوتروا اللعيبه ويوتروا الدول كلها والدول كلها. يعني ابسط حاجه النهارده لما يبقى نيجي نقرا خبر بعد الاحداث اللي حاصله بين انجلترا وبين روسيا، ودول بيطردوا او بيمشوا، بلاش يطردوا، بيمشوا دبلوماسي 23 دبلوماسي غير عائلتهم، ودول بيمشوا بنفس الوضع. وبعدين بيقولوا لروسيا احنا مش هنشترك في كاس العالم. هل هم عندهم القدره ان هم ما يشتركوش في كاس العالم؟ اتحاد الدوله هيعمل ايه؟ دول هيتوقفوا فتره طويله جدا 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 جدا، ويبقوا هم اللي جنوا على نفسهم يعني. لكن اللي احنا بنقوله بالنسبه للمجرمين دول، نتمنى ان شاء الله ان يكون بوتين وروسيا والشرطه الروسيه والجيش الروسي على مأمنين بشكل كويس ان شاء الله باذن الله. طيب نشوف الخبر اللي بعده. اتفضل. نساء يتحدين التقاليد المحافظة في كازاخستان ويتحدثن علنا عن الاغتصاب. الخبر بيقول ساينا واحدة من عدة نساء انضممنا إلى حركة لا تصمتي، وهي حركة تساعد النساء ضحايا الاغتصاب على إيصال أصواتهم. وحين رأت ساينا أن القضية في المحاكم تتقدم ببطء وخوفا من أن ينجو المغتصبون من العقاب، قررت أن تتحدث عن الحالة في العلن. تعليقك ايه؟ موافق على ده ولا شايف زي ما بيتقال عندنا تستر على نفسها؟ لا ما هو ده بيتقال عندنا او بيتقال في الدول العربيه كلها مش عندنا بس احنا. انا قصدي الدول العربيه. الدول العربيه الكل بيبقى خايف ان هو يقول، لو حصل يعني، والله اعلم يعني، لو حصل مع اي واحده بتخاف تقول، حتى بتخاف تقول لاهلها، لان برضو اهلها برضو مش هيقوموا بنفس الدور اللي هي مش قادره تقوم بيه، ان هم يبلغوا ان هم يعملوا كلام. راي حضرتك الشخصي يسكتوا ولا يقولوا؟ لا اصل هم يعني هم هقول لحضرتك ايه، يسكتوا ولا يقولوا، دي بقى هتبقى راجعه للاسره نفسها. الاسره نفسها هل هي تقرر ان هي تبلغ البوليس ولا تداري على اللي حصل؟ لا يعني انا من وجهه نظرك انت شايف ان هي تتكلم علشان المجرمين تتكلم. دول ما يكرروش الحاجات دي تاني طبعا ولا يسكتوا؟ لا انا من رايي ان هي لازم تتكلم، حتى عشان تتكلم مع اهلها، واهلها هم اللي ممكن يقرروا او لا، لكن هو في الغالب لازم يبلغوا، لازم يكونوا بيبلغوا البوليس علشان الحاجات دي كلها يعني دي بتبقى بيتمادوا فيها يعني. لما بيسكتوا على مجموعه من قامت بعمل زي ده، ها الكل بعد كده خلاص بتبقى العمليه سهله بالنسبه لهم، فممكن يكرروها. تسمح لنا نطلع لفاصل؟ يا ريت بعد اذنك. استنونا بعد الفاصل. رجعنا لكم مرة تانية، والفقرة دي أنا وأنا عايزة بقى أتكلم على المعلم على المعلم. كويس. وأصدقائك وأسرتك. أوكي؟ تفضل. حسن شحاتة مؤمن بالفال الحلو والفال الوحش؟ كنت. يعني بتتفائل وبتتشائم؟ كنت
والتفاؤل والتشاؤم ده امتى كان هيضيعني ويخلص عليا. ازاي بقى؟ يعني ايام ما كنت بلعب مثلا، واحنا طبعا كان الاول ما فيش بقى كباري وما فيش لسه حاجه وبتاع، وكنا كنا رايحين بالاتوبيس وما كانش في بيات في الفنادق ولا الكلام ده كله، فبنروح يوم المباراه على الاستاد. لو قابلت جنازه وانا ماشي تتشال، يبقى يوم حلو. لا يبقى يوم حلو. لو قابلت واحنا ماشيين في الطريق الاشارات نفسها حمراء، يبقى بعيد عنك يوم يعلم بي ربنا. لو خضراء يبقى برضه ربنا مسهلها. فكان في حاجات كده، كان في واحد ساكن جنبي لو شفته يبقى لازم يتغلب يتعور. والله بكلمه بجد، يتغلب يتعور. فكنت بحاول اتفاداه، وهو ساكن جنبي على طول، فبقيت حاول اتفاداه. طب ما عزلتش ليه؟ اشوفه هو خارج. لا مش معقول هيعزل. انا حاول بقدر الامكان ما امشيش في طريقه او هو يبقى في طريقي. فكنت ببقى عارف دايما هو نازل رايح شغله امتى، ما نزلش. هو راجع امتى بتاع الكلام ده كله. فعشان كده كنت بحاول اتفاداه، ما اشوفوش خالص يوم ما يكون عندي مباراه. يعني حضرتك كنت ماشي زي ما بيقول الكتاب. انا بقول اي حاجه بتحصل بتحولها، ده هتحصل حاجه حلوه هتحصل وتشاؤم. بس لقيت نفسي بقى ايه، بدات ان انا ايه اروح اشوف عشان اخلص من موضوع التفاؤل والتشاؤم ده. طب ايه اللي حصل خلاك تتغير بقى وان خلاص انا هحط الموضوع ده؟ لقيت نفسي في حاجات كتيره كل شويه، ده الواحد متشائم من كده، مش هيحصل الكلام ده. فبقيت رابط كل حياتي بالكوره. يا ترى هشوف مين، مش هشوف مين، الاشارات دي هتبقى خضراء ولا حمراء وانا ماشي. والله انا بكلم حضرتك. فدي حاولت يعني اخرج منها. كان عندك وسواس قهري زي ما بيقولوا. حاولت اخرج منها بشكل كبير جدا جدا، اللي كانت هتقضي عليا تماما يعني. طب لو حكيتي بقى لاسرتك في كفر الدوار، الاسره الكبيره مكونه من كم فرد؟ الأسرة الكبيرة مكونة من 9 ما شاء الله. وحضرتك آخر العنقود؟ أنا آخر العنقود بالنسبة للرجالة. وليا أخت ربنا يديها الصحة طول العمر، موجودة هي الأصغر. وأنا ليا أخي شهيد، الشهيد إبراهيم شحاتة. والحاج أحمد والحاج محمد والحاج عبده، دول رحمة الله عليهم. وأختي الكبيرة زينب الله يرحمها. الله يرحمها. يعني فإن شاء الله يعني إحنا كنا 7 رجالة وبنتين. لو حضرتك سألتك لو حابب تقول إيه على الشهيد الله يرحمه إبراهيم شحاتة، تقول إيه؟ يعني هقول يعني خلاص رحمة الله عليه، هو دلوقتي عايش عيشة أحسن مننا. بس بيبقى وقتها بتبقى وقت صعب جدا جدا جدا، لان هو الاخ ده كان في حرب 67 وكان في العريش. وهو الاكبر على طول مني يعني. هو وانا، فهو اكبر مني، فطبعا اكبر مني مش كتير. فكانت بيني وبينه العلاقه بين اخين يعني زي ما يكونوا توأم، بالرغم ان هو اكبر مني بثلاث اربع سنين كمان. الله يرحمه ويحسنه. الله يرحمه. استشهاده غير فيك ايه؟ استشهاده في وقتها خلاني اروح من غير ما اقول لاهلي ان انا احاول اروح اتطوع في الجيش. و67 دي كانت عمليه مميته تماما يعني. يعني ما تبقاش ضد القياده السبب في الهزيمه. لا انا مش هبقى ضد القياده السبب في الهزيمه، ولا كنا مثلا عارفين ان احنا جيشنا مستعد او مش مستعد او 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 او. احنا زي ما بيقولوا انسحبنا كده، عارفه ازاي؟ اتسرقنا ان احنا نخش نخوض الحرب ديت، وربنا بقى يعني يرحم موتانا جميعا ان شاء الله. طب رحت اتطوعت؟ لا بس لا خلاص، وهم اهلي عرفوا وبتاع فمعرفتش تعمل. لا فمعرفتش اعمل اي حاجه، انا كان سني صغير قوي يعني، كلام 67 يعني 67 49 يعني كان يبقى كام؟ 18 سنة؟ 18 سنة 19 سنة. هو طيب. كان لعيب جامد قوي، كان خد بالك كان زملكاوي برضو. ابراهيم كان لعيب جامد. ابراهيم هو عشان كان في كليه حربيه، وكان هو يعتبر زي ما بيقولوا في الكليه يعني هو اقدم من لعيبه كتير. يعني كان في الكابتن طه اسماعيل لما خلص التربيه الرياضيه راح الكليه الحربيه. كان في كمال عثمان في نفس الكلام، فهو كان معاهم. كان في عالم محسن الزمالك،
الكلية الحربية فهو كان معاهم، فكان مرة بيروح الأهلي يتمرن معاهم، يزيك الزمالك مرة معاهم، كان لعيب جامد أوي، لعيب كويس أوي الله يرحمه. آه وللأسف إن هو كانت الكرة بتاعته ما كانش بيبص لحد أبدا، لأنه كانت إمكاناته الفنية كانت عالية أوي أوي يعني. الله يرحمه يا سيدي الله يرحمه. طيب هنروح بقى لمنطقة تانية. أوكي. أنت طباخ ماهر زي ما بيقولوا، بتطبخ؟ أمال آه. تقف بقى تطبخ إيه؟ مراتي اللي معايا يعني 21 سنة ما خلتني بعمل أي حاجة في أي حاجة خالص. قبل كده كنت أنا بعمل كل حاجة، بمعنى إن أنا كنت بتغرب كتير. وأنا أول حياتي اتغربت فترة طويلة جدا وأنا سن صغير يعني، لما رحت الكويت. لما رحت الكويت فتغربت فترة طويلة. طب أنا هعمل إيه؟ اشتركت في مطعم عشان عشان أروح، بس لقيت إن أنا بروح عشان المطعم في وقت بتاع التدريب. طب أعمل إيه؟ مش معقول هفضل أنا أكل في جبن وهفضل أكل كده. فتعرف بدأت أبعت لإخوات البنات أعملوا لي كذا أعملوا لي كذا أعملوا لي كذا، وبعد ما كانش بقى ولا في تليفونات موبايلات ولا في أي حاجة غير جوابات راحة جاي. جوابات راحة جاي وعلى بال ما بديلك تكونش بعد. وساعات الجوابات تلاقي فيها سمنة وزيت وبتاع وحاجات كتير قوي. فكانوا بيبعتوا لي الطريقة الأكل إزاي وتكون من إيه وتعمل إيه وتتبل إزاي وتعمل إزاي. مرة في مرة طبعاً جربت في نفسي كتير أوي. أخويا جه الكويت وبدأ برضه هو كمان يجرب فيها ويجرب في نفسه يعني، لغاية ما بقينا أسد. بقيت الشيف حسن. طب الشيف حسن صح. بقيت الشيف حسن. فدلوقتي بعمل أي حاجة ممكن أنت تحبيها، بس أنا ماليش في الحلويات. اه بس يعني يجي على بالك دلوقتي ان انت تدخل مطبخ عايز تعمل حاجه من اللي انت كنت بتعملها؟ اه اخش. بس هي في رمضان بتعمل لهم اكل؟ اه بعمل لاولادي. ولادي يعني مثلا قعدوا معايا فتره كويس. فكنت انا مش بجرب فيهم، كان هم دايما بيحبوا ان انا اعمل لهم اكل معين. صينيه البطاطس. برافو عليك. صينيه البطاطس والرز بلبن. رز بلبن. الحاجات السمك بقى والحاجات دي بجيبها. طب ما عملت لناش ليه يا كابتن وانت جاي تجيب لنا كده شويه حاجات معاك؟ انت عاوزانا تحت امر حضرتك يعني. فانا الحمد لله يعني الحمد لله. بس لو مرات سابتني ان انا اخش هي مش مديالك الفرصه لحد دلوقتي؟ مش عطيني فرصه خالص، لان هي اكيد بتلخبط المطبخ. ماهره في الطبخ وفي الحلويات ويعني مريحاك يا كابتن. ست بيت بمعنى ست بيتي مريحاك الحمد لله. طيب مره اسلام ابنك كتب مقاله عنك وقال ان حضرتك عصبي جدا جدا جدا. وهم طالعين زي عصبيين. احنا طيبين جدا جدا فوق ما تتخيلي. يعني شوف انا بقول لك ايه، انا واولادي طيبين فوق ما تتخيلي بس عصبيين. لكن لا، لو حصل بقى تنشنه بتبقى مشكله كبيره جدا. ممكن جداً. توصل لايه؟ لا مش هتوصل لحاجه غير ان انا ممكن اكسر اي فيديوهات اي تلفزيونات قدامي اي حاجه قدامي. طب وده مش هتوصل لحاجه؟ ها ما هتوصل. هتوصل لكل حاجه. هتوصل لغرامات كتيره. بس انا الفتره الاخيره بقالي سنين يعني ماسك نفسي، يعني ماسك نفسي بشكل كويس قوي قوي، وبحاول ما اتنرفز. لان انا ومراتي احنا لوحدنا في البيت. كريم بسم الله ما شاء الله متجوز وقاعد في بره. اسلام برضه بسم الله ما شاء الله متجوز وقاعد بره هو واولاده. فانا ومراتي الوحيدين. فحاول بقدر الامكان تبقى الامور هاديه في البيت، ما يحصلش اي حاجه. والحمد لله بقى لفتره طويله جدا عشان ما يبقاش في غرامات يا كابتن. تلفزيونات وهي الحاجات غليت دلوقتي. الحمد لله بقى لفتره طويله جدا جدا الامور هاديه وشكل كويس جدا. كريم كتب مره انك عمرك ما ضربته، بس انت حكيت ان انت ضربته قبل كده مره واحده. اه الواقع بتقول ان هو افتكر ان التمرين خلص فانت ضربته. لا 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 مش صح. هي كانت بعيده تماما عن الملعب وعن التمرين. طب ايه اللي حصل؟ لا دي كانت حاجه كده شخصيه بيني وبينه. دي حاجه بره، حاجه بره اللعب وبره الحاجات دي. كانت حاجه شخصيه بيني وبينه. زعلت بعد كده ما انت ضربته؟ مار طبعا. طبعا مش متعود ان انا اضرب اولادي. الحمد لله رب العالمين. واولادي الحمد لله رب العالمين. يعني يكفي ان اي حد يجي ويقول لي ربنا يخليك لاولادك انت مربيهم تربيه كويسه. وده الحمد لله انا طلعت بيه من الدنيا. الحمد لله. الحمد لله. طيب في سكرين شوت عايز اوريه لحضرتك. اتفضل. اتفضل. المسابقات تعتمد فوز اف سي مصر على نجوم المستقبل وايقاف كريم شحات. زي ما يكونوا مستنيين كريم. كريم السنه دي هو مدير الكوره في نجوم المستقبل. وكان عندهم ماتش هم مع تهيألي مع سيراميكا كليوباترا حاجه زي كده يعني. وعلى حسب كلام كريم اللي بيحكي لي يعني، فبيقول لي بابا اتحسب علينا ضربتين جزاء
احنا كنا كسبانين 1 حسب ضرب الجزاء عليهم، وجالنا ضرب الجزاء ما حسبهاش الحكم، وبعدين في الدقيقة 93 حسب لهم ضرب الجزاء عشان يكسبوا. يعني الشكل كده، الشكل كده بتقول كده. فكريم برضو عشان بقولك ان احنا في بعض الاحيان نتنرفز، فهو كريم كمدير كرة وبتاع تنرفز، لكن كريم ما يمدش ايده على حكم ابدا يعني. ابدا يعني، يعني ما حصلش، ما حصلش. وهو كان جت شكوى من نجوم المستقبل، وجت شكوى مرفقة معها الفيديوهات بتاعت الواقعة اللي هي حصلت دي والكلام ده كله، وما لقوش ان كريم تدخل في الموضوع غير هو كان متنشن وبيزعق وما عرفش ايه، لكن ما مدش ايده ولا ضرب حكم ولا ضرب حمل راية ولا الكلام ده كله. يعني انت شايف من وجهة نظرك ان هم تصيدوا الموضوع ده الكريم عشان ابن حسن شحات بس كده، اللي يكبر الموضوع، اللي يكبر الموضوع. مفيش اي حد في المجموعة اللي موجودة دي سواء من فرقة كريم او من الفرقة التانية يعني تبقى حاجة كده شاذة يعني. طيب، غير ان ده ابن حسن شحات. انا عايز اوري لك كريم قال ايه على ابو كريم. ماشي، يلا. احنا الثلاثة قريبين من بعض جدا، انا وكابتن حسن وقول بابا بقى اللي هو والدي واسلام، لكن دايما كابتن حسن مهتم باسلام اكتر شوية عشان انا شقيت طريقي، انا في نفس المجال والحمد لله ربنا كرمني الفترة اللي فاتت ووصلت يعني في الاعلام وفي الكورة والكلام ده، فهو يعني بيبقى عارف عاطفة الاب، عايز اسلام نفس النجاح او حسن اسلام مظلوم شوية او ما عملش نفس اللي انا الكارير اللي انا فيه مع الاطفال دلوقتي، مع ولادي انا واسلام واحفاد كابتن حسن، لا بيحبهم كلهم زي بعض، بس حسن عشان البكري واول ولد جه واول حفيد، فكان ليه يعني مش عايز اقول حب زياده، ولكن كان في كده معزه خاصه يعني. كابتن حسن عنده مصر دي نقطه ضعفه يعني، راجل بيحب البلد جدا وبيحب يفرح الناس جدا الجماهير، فانا يعني حتى بتعلم منه الحته دي، ان انا لازم ابقى في شغلي ابقى مخلص جدا، اركز جدا، ابذل كل طاقتي. فكابتن حسن من النوعيه دي يعني. اتعرض لمشاكل كتير، لهجوم كتير من بعض الناس، لكن بابا بيتسامح على طول يعني. ممكن يكون بيزعل فتره، مجرد ما الشخص بيقابله او بيقعد معاه او بيتكلم معاه، بابا ما بيشيلش من حد. شخص عاطفي، ولكن في قراراته المصيريه او في شغله ما بيستخدمش العاطفه. ممكن بيستخدم العاطفه في بعض الاستثناءات الصغيره، مش لاقي صفه وحشه في كابتن حسن غير الطيبه زياده عن اللزوم في بعض المواقف، او ممكن كابتن حسن شويه ممكن ودني يعني، مثلا حد ممكن قريب منه يقول له كلام يسخنه شويه، ممكن دي برضو صفه، بس كلنا كده يعني، كلنا الناس اللي قريبين منا ما بتسمع ممكن تسخن شوية. شخص طيب جدا، محترم جدا، خدوم جدا، وفي نفس الوقت عنده، هو حتى معلمني الحتة دي أنا وأخويا إسلام، إن هو ما عندوش سقف لطموحاته. في كذا حتة هنتكلم فيها. أول حاجة أنا لاحظت إن هو ما بيقولش بابا كتير، كابتن حسن. انا حسن متعود في البرامج بتاعته، وفي البرامج بتاعته ما يقدرش يقول بابا يعني، بس هنا ما قالش غير بابا مرتين ثلاثه وكابتن حسن كتير. الكابتن حسن بس هو هنا في البرنامج مش بتاعه، فيقدر عنده الحريه ان هو خلاص خد عليه ان هو يقول الكابتن حسن. طب في البيت بيقول لك الكابتن حسن؟ لا طبعا. فهو كريم يمكن قال لك الحاجه اللي انا قلت لحضرتك عليها، ان احنا الثلاثه طيبين جدا 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 وزياده عن اللزوم، لكن عصبيين في بعض الشيء. عصبيين بعض الشيء، والعصبيه ديت ما بتجيش الا لما شوف يعني، مثلا الفتره اللي انا كنت فيها مع منتخب مصر كنا بنكسب وبنعمل ماتشات هايله، كنت بتهاجم دي ما تعصبكيش، كنت بتهاجم. طب بتهاجمني ليه؟ هل انت بتهاجمني لشخصي ولا بتهاجمني عشان المنتخب او عشان الفرقه اللي انا ماسكها؟ لدرجه ان هو كريم بيقول لك ان انا ايه، بابا او الكابتن حسن كذا كذا قريب من اسلام، او ان عاوز اسلام يعني يشق طريق. انا برضو انا عايز اسالك عن النقطه دي. جت فتره مره اسلام قال ان 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 انا بحس ان بابا بيحبني اكتر من كريم. لا هو بيحس عشان زي ما قال لك كريم عاوز بابا عاوز يخلي اسلام يوصل ليه ما وصل اليه، يبقى زي كريم يعني، يبقى كده اسلام معروف وكل حاجه. لكن الوقت اللي انا حبيته اسلام، اولا خد دورات تدريبيه وبالتالي انا جيت وانا في
في المقاولين العرب آخر مرة اللي هي من 3 سنين بعد ما رجعت من المغرب. حبيت أشغل إسلام في المقاولين العرب مدرب. فهم إدارة المقاولين العرب قالوا له طب أنت ليه تخليه يدرب في الناشئين؟ قلت له عشان هو كان في إنبي الشركة اللي بيشتغل فيها، كان مع مدرب هناك مسكين فرقة من فرقة صغيرة 17 سنة وبتاع، ويعني خاض حتة التدريب دي عملية. فقال لي طب أنت هو هيكون في حد أحسن منك إن هو يشتغل معاه ويتعلم منه؟ فقلت له لا والله، بس أنا مش عاوز أبدأ بيه كده على طول مع الفريق الأول يعني. قال لي لا، هو مفيش أحسن من حتة إن هم هيتعلم منها إلا وجوده معاك. قلت له والله طب كتر خيركم يعني. هم في المقاولين العرب يعني بيثقوا فيا جدا يعني. فأخدت إسلام معايا. طب بيني وبينك كده، وعليك ما تشوفي عينيك إلا النور. إيه؟ الهجوم اللي أنا تهاجمته والهجوم اللي تهاجمه إسلام وبتاع، وسطة وابنك بطل إسلام يعني ما يستحملش إسلام، ما يستحملش في بداية حتى مشواره إن هو يتهاجم. الهجوم ده بيتهاجم من مين؟ كلهم زملكاوية، كل اللي هاجموني زملكاوية. طب أنت مش شايف إن دي وسطة؟ نعم. أنت مش شايف إن هي وسطة؟ وسطة؟ آه. إن أنا طب أنا إيه اللي خليني أجيب واحد تاني يتعلم مني؟ طب ما ناخد ابني. ما أخدش ابني ليه؟ ما دي ما دي واخد محسوبية واخد. دي وسطة مش محسوبية، عمرها ما تبقى محسوبية. انت شايف ان ده حق ان انا اخد ابني احسن؟ ايوه، بس انا قلت لحضرتك ايه، انا قلت اخدته اشغله في المقاولين العرب مع الفرق الناشئين، مع فرق الناشئين. وده كان رد الاداره في المقاولين العرب. طب انت بتخليه ليه مع فرق الناشئين؟ طب هو هيتدر او هيتعلم من حد احسن منك؟ فخليه معاك. بس دي وسطة برضه يا كابتن حسن. لا ما هو وسطة. هقول لحضرتك حاجه، دور اسلام ايه كان في الجهاز؟ حسن شحاتة مدير فني، عودة مدرب عام، فلان الفلاني مدرب مساعد، وفي مدرب حراس مرمى، وفي مدرب أحمال، ويجي إسلام هو مدرب، يعتبر مدرب مساعد من ضمن الجهاز. لو كنت عاوز وسط أخد إسلام معايا ها مدير كرة، أو أخد إسلام معايا مدرب عام، أو أخد إسلام معايا مثلا محلل للماتشات، لان اسلام بيفهم في الكوره كويس قوي قوي قوي، ومطلع بشكل كبير جدا، لان هو طبعا اللغه بتاعته كويسه. فانت كده شايف ان هم مش من حقهم ان هم يقولوا دي واسطه او محسوبيه؟ ده هم قال لك ده حسن شحاته مش هيكسب خالص طالما بقى فيه محسوبيه، ما زي ما انت حضرتك بتقول مش هيكسب خالص. انا بقول لك اللي بيتقال، ما اللي بيتقال احنا كده، اصل احنا باصين لبعض على طول. ليه باصين لبعض على طول؟ احنا باصين لبعض على طول. ليه؟ هو ده الوضع الطبيعي، ده اللي حاصل، ده اللي حاصل. ويمكن معايا انا، ويمكن معايا انا بس. طب ليه مركزين معاك؟ الله اعلم. ليه مركزين معاك؟ يا ده انت يعني ده انت بتسالي سؤال غريب جدا. طب والله انا عايز اعرف رايك الشخصي يعني، انت ما تقعد كده تقول هم ليه مركزين معايا في كل حاجه بعملها، بتقول ايه؟ هقول لحضرتك حاجه. قول. اولا انت عارف الرد هيبقى شكله ايه؟ يا ريت انت تقوليه نيابه عني. والله ما عارف. والله العظيم عارفه كل حاجه وتقولي نيابه عني. عايزينك تبعد عن ال بالظبط الساحه. بالظبط كده. طب عايزين يبعدوك ليه؟ ممكن انا وجودي ما كانش من مصلحته. يعني وجودي ما كانش من مصلحته. ليه بقى؟ ازاي؟ هتخليني تقول لك حاجات انا مش عاوز اقولها. ليه؟ احنا بنحكي مع بعض. لا بنحكي مع بعض، انت عاوزه تستخلصي من كل حاجه. بالعكس، ما انا بقول لحضرتك اهو، ما انا بقول لازم عايزين نوضحها كده. ما انا بقول لك يعني انت بتكسبي وربنا كرمك والامور ماشيه كويس قوي. شايف ان انت كنت عقبه في طريقهم في حاجات كتيره جدا جدا جدا. زي ايه؟ طيب حول الله يا رب. لا دي بقى الاسرار دي ما تتقالش بقى، تتقال بعدين في كتاب. في كتاب؟ في كتاب. فكرت تعمل كتاب؟ مش انا فكرت. كتير طلبوا مني ان انا اعمل كتاب، مش وانا وانا لعيب، لا وانت من ساعه ما بدات التدريب. طب انا عايزه سر واحد او اتنين، ما انت كده كده هتنشر في كتاب وهيتقال وهيبقى معروف على الملأ لكل الناس. يبقى انا حرقت الكتاب. لا بالعكس، انا هعمل دعايه للكتاب. هنعمل دعايه، هنعمل دعايه. اديني سر واحد. لا حضرتك لو قلت يبقى انا حرقت. طب هم مين؟ لا في كله. زي اعضاء مجلس اداره الاتحاد، في اعلاميين كتير، حاجات كتير، في زملائك واصحابك
كتير. ده مش فرد ولا اتنين ولا تلاتة. وبتبقى عارفهم بتتعامل معهم عادي؟ انا بتعامل معهم عادي لان انا اساسا ما بشيلش وبتعامل معهم عادي. يبقى انت بتتعاملي معهم ممكن عشان تشوفي رد فعلهم ايه. كخباثة بقى مني بقى خباثة مني بتعامل معهم عادي. وده ما حصلش ان انا بتعامل مع الناس مش بالامور اللي هي انا عاوز اتعامل معهم. لا انا بتعامل معهم الحمد لله بصدر مفتوح وقلب مفتوح ولا بفتكر اي حاجه من الحاجات كده. بس عشان تعرف جواهم ايه بيجي وقت بعرف بالظبط ده فلان ايه وده جواه ايه وده كذا وكذا وكذا. طب نقدر نقول ان الكابتن حسن شحاتة عنده عقده الاضطهاد؟ شايف طول الوقت ان لا انت مضطهد او الناس ضدك؟ ما عنديش عقده. مفيش. لا وبعدين مش الناس كلها خدي بالك. بعض. ده ناس معين في الكارير بتاعك. يعني ناس معينه في الكارير بتاعك مش اي حد. يعني بيتدخل حسن شحاتة او بيكره حسن شحاتة اكيد في الكارير او بيحسد حسن شحاتة او او او, أو. اكيد في الكارير بتاعك. ودي المشكله الكبيره. دي الكارير بتاعك هو اللي موصلهم لكده وده من ساعه ما بدات تلعب كوره؟ لا لحد دلوقتي. لا. ولا في مرحله معينه؟ بص هي دي مراحل معينه. من ساعه ما بدات العب كوره وبعدين بقى في كريم واسلام قعدوا في نادي الزمالك لغايه 20 سنه بعدين مشوهم. واللي كانوا ماسكين اساسا كل الفرق الشباب والناشئين كلهم زملاتي اللي كانوا معايا في الملعب. ادي اول حاجه. خلاص اصغر منها وعرفنا كويس. الحاله اللي بعد كده؟ لا الحاله اللي بعد كده بعد ما هم بعد انا بطلت اللعب ودخلت في العمليه التدريبيه كويس. وبعدين هي العمليه التدريبيه السي في بتاعي كبير قوي خدي بال حضرتك. يعني أنا السي في بتاعي كبير قوي 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 طبعا ممكن ما يكونش متواجد مع أي حد تاني. فالسي في بتاعي كبير يعتبر كبير. أنا طبعا مش عاوز أقول أنا بدأت إزاي ووصلت لغاية فين يعني لكن السي في بتاعي كبير. وده من ضمن الحاجات اللي ممكن توصل اللي عرفه واللي ما عرفوش يبقى حاقد عليه. طب مش يمكن اللي مكبر الإحساس ده جوه حضرتك زي ما كريم ما قال إن حضرتك ودني إنك بتسمع فممكن تسخن؟ يعني انت لحضرتك دلوقتي زي انت ما قلتي على فاروق جعفر وانا سمعت الكلام ده قبل كده وفي برنامج من البرامج اتسألته فاروق جعفر قال كذا 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 وقلت لحضرتك ايه ده رأيه. يعني ده رأيه ان هو يقول كده. ممكن تسألي حد تاني يقولك فلان وفلان وفلان. تسألي حد تالت يقولك فلان وفلان وفلان. طبعا فاروق جعفر عشان صاحبي خلاص هو ده رأيه. هروح اعمل له هقول له لا انت ما قلتش عليا ان انا كنت لعيب كويس. لا ده رايه. بس بتزعل بيني وبين نفسي ده وضع طبيعي. ده لو ما زعلتش بقى يعني بني ادم ما بيحسش. يعني انا لو ما زعلتش يبقى بني ادم ما عنديش اي مشاعر ولا اي احاسيس. لازم ازعل. ده صاحبي يعني مش حد غريب. لو حد غريب خلاص عادي لكن صاحبي بيقول كده خلاص هو ده رايه. مش هقول له طب وانا كمان كنت لعيب كويس فاروق وخدت احسن لاعب في اسيا وخدت احسن لاعب في افريقيا وخدت طبعا. احسن لاعب في مصر مرتين 77 و 79 وخدت احسن هداف في مصر مرتين. طب انت اخدت فعلا احسن لاعب في اسيا واحسن لاعب في افريقيا ليه مش عاملين سبوت على الحاجات؟ انت حضرتك قلتيها مش محتاجه الرد بتاعك. وده بمناسبه الكلام هقول لحضرتك. طب خليني انا هتكلم هقول لحضرتك عشان السبوت اللي حضرتك بتتكلمي. طب ممكن نقول السبوت بعد الفاصل؟ ماشي نكمل. أوكي. طيب استنونا بعد الفاصل. رجعنا مرة تانية بعد الفاصل ودلوقتي فقرة أنا والكورة. عادة أنا بعملها أنا والفن بس عشان خاطر المعلم عندي النهاردة يبقى أنا والكورة. قبل البروفايل اللي دايما أنا ببدأ بيه الفقرة الثالثة أنا عايز أتكلم على السبوت اللي احنا قفلنا بيه الفقرة الثانية. هو إن ليه ما بيتقالش إن سنة 74 كنت اللاعب رقم 3 في قائمة مجلة فرانس فوتبول لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا وإنك أخدت جائزة أحسن لاعب في آسيا زي ما بيتقال سنة 1970؟ ما 1970 على أساس برضو الناس ما كحتة إن أحسن لاعب في آسيا وأحسن لاعب في أفريقيا دي ما كانتش درجة يعني. أحسن لاعب في آسيا وأنا بلعب في نادي كازما في الكويت. النادي العربي هيلعب بطولة آسيا أبطال الدوري فالنادي العربي استعارني من نادي كازما فروحت مع النادي العربي ولعبنا كانت في بانكوك كويس. طيب بس انا قبل ما اتكلم في النقطه دي انا عايزه اعرف ليه ما بيتعملش سبوت على انجازاتك ودايما بتتهاجم؟
انت كنت هتقولي قبل الفاصل، قولي بقى دلوقتي. هقول لك قبل الفاصل. ايوه بس بيني وبينك مش هيبقى على الهوا، لانك انت قلت ليه، ما انت قلت ليه ده فتعرف ليه. يعني تعرف ليه. صدقي ان هو اتقال مره من المرات لما حبيت ان كريم يبقى يعني يخوض مجال الكوره واسلام، يعني زي ما قلت لحضرتك الواقع بتاعه التدريب بتاع المقاولين العرب بتاع، في واحد من الواحد حبايبي قوي قال يعني هيبقى حسن شحاته واولاده للدرجه دي. شفت عرفت بقى ان المعنى بتاعها كبير جدا 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 جدا. ايوه للدرجه دي واكتر من كده كمان يعني. واكتر من كده كتير. فبص انا عمر ما تأذيت في حياتي الا الناس اللي خدمتها. الا الناس اللي خدمتها، او زي ما بيقولوا كده بالبلدي لحم كتفهم من خيرك. لكن هي دي الحياه، هي دي سنه الحياه. هي دي سنه الحياه. وعشان اقول لك السي في بتاعي عمليه سهله جدا، انت حتى الوقت اللي انت خدتيه 2014 وخدتي رجل العام في افريقيا واتكرمت في البرازيل على شرف كاس العالم في البرازيل، ما حدش جاب سيره الموضوع ده. طب بس انت برضو ما قلتليش ليه، ايه الاسباب، ليه اشمعنى حسن شحاته؟ ما انا بقول لحضرتك بقى هنا اهو، يعني يكفي إيه؟ ان انا بشاور بس كده. نفسيتهم وحشه من ناحيتك. خد بالك انا لما بتكلم في الحاجات دي ما بفرحش نفسي، انا بزعل نفسي. بتزعل جدا يعني، ما بقاش فرحان ان ده بيحقد عليا وده بيحقد عليا وده بيحقد عليا. بزعل. طب ليه؟ ده ربنا يعني ربنا عطاني زي ما ربنا بيديكوا، زي ما ربنا بيديكوا، ربنا بيختص كل واحد بحاجه معينه. يعني حضرتك شايف ان في ناس كتير حواليك بتحقد عليك بشكل رهيب. طيب تيجي بقى نشوف السي في بتاع حضرتك والبروفايل اللي احنا عاملينه. يلا بينا ونرجع نتكلم مع بعض. ماشي يلا بينا. اتفضل. المعلم حسن شحاته البعض بيعتبره أحسن لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية، وأصحاب الرأي ده زي نجم الأهلي كابتن طاهر أبو زيد. لو اتكلمنا على لاعب القرن أنا بقول إنه حسن شحاته. وجهة نظرهم مبنية على إن المعلم حسن شحاته هو اللاعب المصري الأكثر تكاملاً، لأنه بيمتلك الشخصية والقوة والسرعة واللياقة والمهارة واللعب في كل مراكز الملعب، من أول حراسة المرمى لحد مركز راس الحربة. والبعض برضو بيشوف إن حسن شحاتة هو المدرب الأفضل في تاريخ كرة القدم المصرية. مين يقدر ينسى إنجازاته اللي زي المعجزات؟ حسن شحاتة من الشخصيات الكروية القليلة في تاريخ كرة القدم في العالم، اللي جمع بين كونه لاعب عظيم ومدير فني عظيم، حاجة كده بتفكرنا بالأسطورة الهولندي يوهان كرويف أو الفرنسي زين الدين زيدان. المعلم من مواليد كفر الدوار، بدأ لعب الكورة وهو في عمر 10 سنوات، لعب في نادي كفر الدوار من أندية الدرجة الثانية، ومن خلال نادي كفر الدوار لعب في منتخب بحري، ومن خلال مباراة ودية بين منتخب بحري والمنتخب القومي سنة 66 شاف المهندس محمد حسن حلمي زمورة الرئيس الأسطوري لنادي الزمالك وعرض عليه اللعب لنادي الزمالك. حسن شحاتة أخذ مع نادي الزمالك بطولة الدوري المصري مرة واحدة موسم 78-79، وبطولة كاس مصر 3 مرات متتالية مواسم 74 و75 و76. للمعلم حسن شحاتة لقطات ما تتنسيش مع نادي الزمالك، فوزه على الزمالك في مسابقة كاس مصر سنة 2004 وحصوله مع نادي المقاولين على لقب البطولة بعد الفوز على الأهلي في النهائي بنتيجة 2-1. لحظات كتيرة ومهمة، بعضها حلوة وبعضها مر وصعب، مرت على أبو كريم خلال مشواره الطويل، لكن أكيد هتفضل لحظة هتاف الجمهور ليه حسن شحاتة يا معلم خلي الشبكة تتكلم، هي الأقرب لقلبك. جميل. عجبك البروفايل؟ جدا يعني، جميل جدا يعني، دي حقيقة والله. أشكرك عليها. الحمد لله. أشكرك عليها. لو المعلم بقى حسن شحاتة كان لعب للنادي الأهلي كان هيبقى له شأن آخر زي ما بيقولوا؟ لا بص حضرتك أنا يعني الأول الواحد
ما بيفكرش ان ده طريق ربنا رسمه لكل واحد. لكن انت عاوزانا اقول سر معين صح؟ صح؟ انت بتحومي عليه عشان اقول سر معين، وده مش 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 هخفيه عن حد يعني، في ناس كتير عارفه الكلام ده. وانا في الكويت الكابتن صالح سليم الله يرحمه ويحسن اليه جاء زياره للكويت لهدف واحد. الهدف ده كان طبيب من اطباء النادي الاهلي وهو اهلاوي، كان كلم الكابتن صالح وقال له في لعيب اسمه كذا 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 موجود في الكويت في نادي كذا. فهو جه والدكتور ده كلمني على اساس نروح نقعد شويه مع او نقابل الكابتن صالح، ورحت الفندق وقابلت الكابتن صالح وبتاع، وعرض عليا. ولما عرض عليا انا قلت له انا راجل اساسا مش من القاهره، وانا ما بشتغلش، وانا ما عنديش سكن، الحاجات دي كلها لو اتعملت لي انا ما عنديش مانع. مش هضحك عليك يعني اقول لك كده عشان هم الزملكاويه هيزعلوا مني، لا دي حقيقه، انا بقول حقيقه حاصله يعني. يعني ما كانش في مانع ان انت تروح الاهلي لو كانوا هم وفروا كل الحاجات على الشروط؟ ما هي ما كانتش الشروط، هي ده انا بقول له حاجات انا مش متخيلها، متطلبات حياه، بس متطلبات حياه. الزمالك عارف، الزمالك عارف، وانا ما كنتش بعمل حاجه بتخفى على حد يعني. فلقيت عم جورج السعد جه الكويت، كابتن علاء الحموني الله يرحمهم جميعا ويقدس روح عم جورج، جم الكويت عشان انا لازم ارجع. الدوري بقى كان هنا بدا، الدوري كان هنا بدا، كان عاد بقى الدوري بعد التوقف، كان عاد الدوري 72 وبعدين توقف تاني عشان 73 وبعدين بدا الدوري. النادي الاهلي النادي الزمالك الكابتن صالح قال لي انت هتتعامل زي كل اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، فعشان اتعامل زي كل لعيبه النادي الاهلي وانا راجل اساسا مش من القاهره وماليش سكن وماليش شغل وبتاع، كانت عمليه تبقى صعبه شويه. ولما جاء كابتن علاء الحمولي عم جورج سعد، انا كنت اساسا مقرر ان انا ارجع مصر خلاص، انا الغربه بالنسبه لي كانت بقت عمليه صعبه بالرغم ان انا كنت عايش عيشه مرفهه جدا وربنا كان كرمني وماتشاتي كلها يعني الكل بيحسدني عليها حاجات كتيره جدا، وكنت منتخب العسكري الكويتي، تعرض عليا ان ناخد الجنسيه الكويتيه، حتى كريم قال ان هم كانوا احسن ست سنين في حياتك، ست سنين بتوع الكويت احلى ست سنين في حياتي رياضيا ومعيشيا يعني الاثنين يعني احلى واحسن، احلى واحسن. فالمهم خلاص انا كنت قررت بقى خلاص النادي، وحاولوا معايا كتير وحاولوا يدوني الجنسيه وحاولوا ان هم يزودوا مرتبي ويدوني شيك على بياض، حاجات كتيره جدا جدا جدا، بس خلاص خدت قرارك انك انت ترجع. قراري بقى الله، انا بقى معروف في الدول العربيه وفي الكويت ومش معروف في بلدي، لان انا كنت باجي في الصيف العب الدورات الصيفيه وفص ملح وداب امشي. فقلت لا لازم ابطل كمان، وانا لعبت المنتخب كمان 69 منتخب مصر وانا في الكويت يعني كمان، يعني مش انا مش استنوا لما اجي وبعدين العب منتخب مصر، لا لعبت منتخب مصر وكسبت 1-0 ولعبت مع ليبيا، صح؟ لعبت مع ليبيا ماتشين هنا وهناك، كسبنا واحد وانت اللي صنعت الجون بالظبط كده لحنفي هليل الله يمسيه بالخير اذا كان عايش، يعني حنفي لعب المحله يعني. ولما رجعت على يعني انا مشيت انا مشي طبعا على الزمالك، انا مشيت من مصر بحرب 67 انا بالظبط سافرت 68 شهر 11 68 على الكويت ورجعت 5 اكتوبر يعني 5 اكتوبر وتوقف الدوري بسبب حرب 76 سنه 73 عرفت حضرتك، فسافرت بحرب ورجعت بحرب. قلت مره ان محمد حسن حلمي ضحك عليك ورجعك بعد ما اعتزل؟ لا هو مش ضحك عليا بالمعنى الضحك، لا هو ذكي جدا بهزار طبعا. كابتن حلمي ذكي جدا يعني انا 83 جيت وكلمته من هناك، وانا كنت رحت النادي الوصل الاماراتي ماسك 17 سنه فكلمته كابتن حلمي انا عاوز اجي عشان اعمل ماتش اعتزال. فجابك بقى ما رجعكش، فقال لي طب تعال. المهم جيت وقعدت معاه وبتاع، وكان موجود
الله يرحمه حسن عامر وحسن ابو الفتوح وبتاع، وكان الفريق سعد الدين متولي يعني، كانت العمليه انديه، كان النادي كان معبي بالناس الكبار الجامدين قوي دول. فقال لي حسن انت ايه هتلعب 3 ماتشات ونعمل لك ماتش اعتذار. قلت له كابتن حلمي هتأيدني في القايمه لمده سنه عشان العب 3 ماتشات بس وامشي؟ قال لي لا بص ديت انت كده، هو بقى في دماغه حاجه تانية خالص انا مش حاسسها. في دماغه ان انا لو كويس هيقعدوني الجمهور غصب عني، لو انا مش كويس هيرموا ورايا قله يعني. انا هذا الوضع الطبيعي يعني. بس يا كابتن حلمي يهديك يرضيك وبتاع، يا حسن الفتوح وحسن عمر قالوا له انت بتاخد كام في نادي الوصل الاماراتي؟ انا باخد كذا ما اعرفش ايه. طب احنا هنعوضك، احنا كذا كذا. يا جماعه لا ده الناس مستنيني ولازم ارجع وبتاع، واللعيبه هناك مش عاوزه تنزل الملعب الا لما اجي. ودي حقيقه، لان كان الكابتن زكي عثمان هو مدرب الفريق الاول في نادي الوصل، فكان بيقول لهم كل حاجه حاصله هناك بالنسبه للفرقه اللي انا كنت ماسكها. المهم لعبت 3 ماتشات دول، وبعدين والاسماعيلي حلو الاسماعيلي مش عارف اتحاد السكندري باين، جبت 4 جوان. او المصري؟ المصري المصري بالجونين دول جبت 4 جوان. الجمهور بقى رجعك بعدها 4 جوان. حسن شحاته يا معلم، ها يا حسن شحاته يا حبيبنا، وحياه كريم ما تسيبنا. ده الهتاف اللي كان الزمالك بيهتف بيه وبينادي يعني. قعدت ولعبت 3 سنين، احلى 3 سنين لعبتهم كره في حياتي. احلى 3 سنين لعبتهم كره في حياتي. طب انا لو سالتك قلت لك هل النادي الاهلي بيعرف يخدم على اولاده عكس الزمالك ان هو بيطرد؟ لا انا مش عاوز اقول عكس الزمالك ومش عاوز اعمل مقارنه. لكن ليه ما تعملش مقارنه؟ لا ما اقدرش اعمل مقارنه بعيده. لا ما هي مش مقارنه بعيده، لا يعني انا مش مقارنه، انا ما بحبش اتكلم على الزمالك. يعني انا ما بحبش اتكلم على الزمالك بحاجه وحشه. هشتبه في الصوره يعني. هي دي حاجة وحشة؟ أنا بتكلم على الزمالك انتقاد عشان يتصلح. لا ما أنا ما أقدرش أنقد ناديا كمان اللي عملني. طب الحاجات الغلط اللي أنت بتبقى شايفها النادي اللي عملني وخلاني أنا باسم حسن شحاتة يبقى الدنيا كلها عارفاه، ما أقدرش أنقده ولا أقدر أغلط فيه. لا ما أقدرش. طيب بلاش الزمالك، الأهلي بيعرف يخدم على لعيبته؟ بكتير جدا جدا جدا. طيب ما أنت قلت هو بكتير. طب بشكل كبير أنا قلت حاجة. طيب بس. طيب في شهادة عايزاك تشوفها. أوكي. يلا اتفضل. معلم حسن شحاتة حصل نوع من التوتر في العلاقة بينه وبين جماهير نادي الزمالك في الأونة الأخيرة، لأن الكابتن حسن شحاتة لا يستطيع أن يعمل داخل نادي الزمالك مع إدارات معينة، وبالتالي لما كان بيترشح اسمه كان الراجل بيطلع يقول مش هكون موجود، وبالتالي جماهير نادي الزمالك ظنت أن ده هروب من الكابتن حسن شحاتة، وده اللي عمل حالة من التوتر. معلم الكرة المصرية الكابتن حسن شحاتة مش هيدرب نادي الزمالك طول ما مرتضى منصور موجود رئيس لنادي الزمالك. إيهاب جلال القصة مختلفة بالنسبة له. إيهاب جلال شايف أن وجوده في نادي الزمالك بيكبره قوي، وأنه وصل لدرجة كبيرة جداً أنه وصل بقى مدير فني لنادي الزمالك. أنا وجهة نظري أنه الكابتن حسن شحاتة وقف رفضه مؤخراً للتواجد مع الزمالك، فهو رفض صحيح 100%، لأنه ظروف الزمالك الإدارية لا تساعد أبداً الكابتن حسن شحاتة أنه يعمل اللي هو عاوزه، فعلى المستوى التدخلات بتاعة رئيس النادي. لكن فكرة أنه الكابتن إيهاب جلال غامر ودخل، دي يا أخي مستحيل إيهاب جلال يعرض عليه الزمالك في وما ياخدوش، لأنه ده حاجة كبيرة أوفزي. لكن حسن شحاتة أصلا كبير، فمش بيحتاج أنه يعمل مغامرة قد تقلل منه. الشباب الصغير على المواقع السوشيال ميديا والإنترنت مش عارف، بحس كده أنه هو بيبقى فيه حاجات مقصودة ضد كابتن حسن عشان يبين أن كابتن حسن مثلا ضد مثلا كابتن إيهاب، لكن الكلام ده مش مظبوط. بالعكس كابتن حسن بيتكلم كويس جدا على كابتن إيهاب، وكابتن من قبل حتى ما يمسك نادي الزمالك كابتن حسن يعني بيبقى قاعد عايز ان الزمالك دايما يكسب، ان ده نادي وبيحبه جدا. الناس بتربط يقول لك ده حسن شحاته مثلا عايز الزمالك يخسر عشان هو يمسك. على فكره كابتن حسن اتعرض عليه الزمالك كتير جدا الفتره اللي فاتت، بس هو كابتن حسن نفسه شايف ان هو يعني مش مناسب ان هو يمسك نادي الزمالك دلوقتي، ممكن مش هيعرف يتعامل مع الاستاذ مرتضى منصور، ممكن حاسس ان ال طبيعه المنصب دلوقتي في نادي الزمالك مش مناسب ليه. لكن لا، تعليق حضرتك ايه؟
على الكلام ده، خصوصا ان هم اجمعوا على حاجه معينه وهي ان الشغل تحت قياده المستشار مرتضى منصور ممكن تقلل من المعلم حسن شحاته، ده زي ما قال الناقد شادي عيسى. جميل. كلام كريم عشان هو كريم عارف كل حاجه عني. كلام كريم يبقى مظبوط. كلام الكباتن الصحفيين النقاد الصحفيين دول كلام، بس كلامهم زي كريم، كلامهم زي كريم وكلامهم مصدق عليه. لكن اللي انا عاوز اقوله لك والمفاجاه اللي انا اقولها لك ان هم كانوا دايما يقولوا ايه، احنا بنطلب حسن شحاته وحسن شحاته بيرفض. تحب احلف لك عليه عشان اقول لك ان ولا مره كلموني في الموضوع ولا طلبوا ان انا اكون موجود مدير فن النادي الزمالك ولا مره، ولا مره. وبيعملوا الكلام ده زي ما كريم قال عشان السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ازاي حسن شحاته يرفض نادي الزمالك، النادي بتاعه والنادي اللي عمله واو واو وكل الكلام ده اللي انا قلت لك عليه من شويه. نادي الزمالك انا ما اقدرش انقده لان هو اللي عمل حاجه اسمها حسن شحاته. طب ليه كريم حسن شحاته قال ان كابتن حسن اتعرض عليه كتير قوي 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 بس هو رفض بعد الواقعة اللي كانت مع الأستاذ ممدوح عباس؟ وسبت النادي وأنا ماسك النادي وسبت النادي. زي ما بيقولوا بلا رجعة. هو ده الحاجات اللي خلتني إن أنا أرفض لما يتقال لي مرة واحدة. هو لما يجي يتقال لك أنت المفروض اللي يطلبك يكلم حضرتك يكلمك مين؟ من نادي الزمالك. مين اللي يتكلم معاك ويتفاوض معاك؟ مين؟ ما تقولي حضرتك. طب قولي أنت. مش هم اللي حاصل دلوقتي مين اللي بيتكلم ومين اللي بيتفاوض؟ ده رئيس النادي. طيب والمفروض رئيس النادي هو اللي يكلمني عشان اذا كنت اوافق او موافقش. ما كلمكش ولا مره. ولا مره. لكن يجي يقول لك الاستاذ مرتضى منصور بيطلب حسن شحاته وحسن شحاته ما يردش. ما حصلش. طب حضرتك ممكن تقبل العمل او التعامل مع المستشار مرتضى منصور بشروط اللي هو ما يتدخلش في شغلي؟ يعني هو بيتدخل طبعا. ما اللي احنا بنعرفه كل ده واللي احنا بنسمعه ده ايه؟ دي فبركه مثلا. طيب حضرتك ايه شروطك تاني؟ انا ما فيش شروط، ما حدش يتدخل معايا، انا ماليش شروط ولا شروط ماديه ولا ليا اداء غير ان انا بشتغل ما حدش يتدخل في شغلي. بس كده. بس اللعيبه انا اللي اجيب اللعيبه. طلبك الوحيد مش عشان انا استفيد من اللعيبه، انا راجل ما استفدش من اللعيبه ولا باخد سمساره ولا ليا في الكلام. امال يعني انت اللي تجيب اللعيبه؟ اجيب اللعيبه عشان اعرف المراكز اللي ناقصه وده الوضع الطبيعي اللي يحصل لاي مدير فني. انا عندي مراكز ديت فيها نقص كبير جدا، انا عاوز كذا وكذا وكذا وكذا، واذا كان في فلان او فلان او فلان في الصوره هاتوا فلان وفلان وفلان. بس يعني انت اللي تقول جيبوا فلان او ما تجيبوش فلان على حسب المراكز الشاغره في الفرقه. طب السؤالي هنا، هم بيجيبوا اللعيبه بناء على ايه؟ لا انا ما اعرفش. اتفاقات مع الوكلاء سمساره يوجه ليهم في النادي مش ليا. ما عندكش معلومات؟ لا ما عنديش معلومات. طب الطريقه اللي تم الاستغناء بيها عن ميدو وعن حازم امام، وهم طريقه لائقه بيهم وهم لعيبه كوره يعني؟ طبعا مش بالشكل ده. مش بالشكل ده؟ لا مش بالشكل ده. لا في طرق كتيره جدا، وخاصه النجمين، نجمين كبار جدا جدا، اسماء كبيره بالظبط، ميدو وحازم امام. نجمين كبار جدا ومعشوقي جماهير الزمالك. لكن انا من خلال انا الظروف اللي منها مشيوا من نادي الزمالك كانت غير لائقه باسمائهم، لا تليق بنجوميه ميدو ونجوميه حازم امام. طب دول كلعيبه، كمدربين بقى لما مسكوا النادي اقالتهم على الهوا كده وهم بالحجم ده كانت لائقة برضو؟ أنا أقول لحضرتك وجهة نظري أنا وجهة نظري يعني. المدربين دي هي اللي عملت في نفسها كده وخلتنا نقلق إحنا من نادي الزمالك. إن أنتوا تدربوا الزمالك؟ نقلق من نادي الزمالك. نقلق من تدريب نادي الزمالك. ليه؟ لأن في مدرب مشي وبعد أسبوع أسبوعين جابوا تاني رجع اللي هو باكيتا؟ ماليش دعوه مين. لا انا بتكلم عن المدربين المصريين. ماليش دعوه بالمدربين الاجانب عشان دول مرتزقه. محمد صلاح المدربين بغض بدون اسماء بدون اسماء بغض النظر عن الاسماء. دول الاجانب دول مرتزقه بيجوا هنا عشان يبقى من مصر كده الخليج ويعيشوا حياتهم يعني. لكن المدربين هم اللي عملوا في نفسهم كده واللي خلونا نقلق من وجودنا في نادي الزمالك. مش هقول نادينا نادي الزمالك، ان هو النهارده بيمشي وبيمشي بشكل وحش وبعدين يجيبه تاني بعد مثلا شهر شهرين يرجع وبعدين يمشوه برضه بشكل وحش بعد شهر شهرين يجيبوه يرجع.
يعني المسؤولية الأكبر بتقع عليهم ولا على مجلس الإدارة؟ هم اللي بيعملوا في نفسهم كده، هم اللي بيعملوا في نفسهم كده، يعني هم المدربين هي اللي بتعمل في نفسها كده. ليه ما روحتش أدليت بصوتك في انتخابات نادي الزمالك الأخير؟ بص حضرتك إزاي، أنا النهاردة مش هبقى ضد المستشار مرتضى منصور ولا هبقى ضد أحمد سليمان. طب أنت تعملي إيه أنت في الوضع ده؟ تختاري مين؟ امتنعت عن ان انت تدي صوت؟ اريح نفسي واريح دماغي، انا مش هبقى ضد. طب تريح دماغك من ايه؟ انت كنت عايز حد معين بس انا دلوقتي لما اجي ابص على حساب حد، لما اجي ابص لنادي الزمالك مش هبص لنادي الزمالك ككوره، انا هبص لنادي الزمالك كاعضاء وعضويه، ونادي الزمالك بقى شكله ايه والحاجات دي كلها. كل الكلام ده الاستاذ المستشار مرتضى منصور عمله بقى نادي الزمالك حاجه تفرح طبعا، كويس طبعا، حاجه تفرح في الحاجات كتير جدا جدا في نادي الزمالك جدا جدا جدا. خلي بقى الكرة وخلي الرياضة في نادي الزمالك، إن هو اتقلم من نادي رياضي لنادي اجتماعي. متعرفيش إزاي يعني، غير إن الأعضاء ده تغيير في هوية. لا مش نادي، تغيير في هوية نادي الزمالك. الأعضاء عاوزة كده، الأعضاء ملهاش دعوة بالكرة ولا لها دعوة بالباسكت ولا باليد ولا حاجة، الأعضاء عاوزة ترابيزة. بس يا كابتن حسن في ملايين بيشجعوا النادي، ملايين بيشجعوا النادي. طب ما أنت النهاردة اللي حاصل بين مستشار مرتضى والملايين اللي بتشجع النادي دي إيه؟ في مشكله، ما في مشكله وما فيش وفاق بينهم. طب يعني اذا النهارده النادي كله الجمعيه العموميه والاعضاء اللي موجودين هم اللي ممكن يقرروا المسار يبقى رايح لفين؟ يعني انت تقصد ان النادي بقى لاعضائه مش لجماهيره دلوقتي؟ دلوقتي ما هو دلوقتي ما انا بقول بقى نادي اجتماعي مش نادي رياضي. طيب في كلام عايز حضرتك تشوف. اتفضل. اولاد نادي الزمالك خاصه من لعيبه كره القدم هي دي حتتهم، لعب كرة القدم والمتعة والإمتاع، حتة الإدارة مش بتاعتهم. فجأة لقوا النادي راح في حتة تانية، ما بقاش في إيديهم حاجة غير يطلعوا يشجبوا ويقولوا الكلام ده مش مظبوط. الكلام ده هيوصل ويفضل كتير جدا جدا لحد ما أولاد نادي الزمالك يحطوا إيديهم في إيدين بعض ويروحوا يرجعوا ناديهم الكبير. أنا ما قلتش حاجة غلط. طيب إمتى هترجعوا ناديكم الكبير؟ إمتى هتعملوا ده؟ اصل هي العمليه مش خناقه يا جماعه، خدوا بالكم يعني العمليه مش خناقه. يعني النهارده مش هروح نادي الزمالك عشان اتخانق، لازم يبقى فيه هي مش خناقه. اما مش خناقه بس هو نادي كبير بيقع ومحتاجين ان انتوا تنقذوه. طب الطلب منك انك تبقى موجوده ولا انت هتروحي ترمي بلاكي عليهم؟ سوري في الكلمه يعني، ما انا ما اقصدش كده، ان حضرتك يعني يبقى كده ولا احنا نروح ننمي بلانا عليهم عاوزين نغير؟ بس هو الاستاذ ايهاب الخطيب قال ان انتوا تحطوا ايديكم في ايدين بعض وتاخدوا موقف، اعملوا قايمه تترشحوا. طب هم مين، فين اللي ممكن نحط ايدينا في ايديهم؟ مفيش. هو الزمالك ملوش ولاد، ملوش حد يدافع عنه، مفيش حد خالص. احنا ولاده كلهم موجودين يدافع عنهم. طيب بس طب هندافع عنهم ازاي؟ بالخناق؟ لا مش بالخناق، ولا بالانتخابات. ولا بالاتفاق؟ بالانتخابات والترشح. الانتخابات والترشح. الانتخابات والترشح النهارده مين النهارده من ولاد النادي عاوز يرشح نفسه او يخوض الانتخابات؟ ما هو اكيد حضرتك عارف، ما هو لازم حد يضحي ويبقى عايز. اصل العمليه مش عمليه بقى النادي هيفضل كده. بص حضرتك، العمليه مش عمليه تضحيه، العمليه عمليه انا اقدر ادير ولا ما اقدرش ادير. يعني انا اقدر ادير ولا ما اقدرش ادير. هي دي العمليه. مين النهارده اللي موجود في نادي الزمالك يقدر يدير؟ ما ده اللي انا عاوز اساله. بعد الدكتور كمال درويش، وبعد الدكتور اسماعيل سليم، وبعد الاستاذ ممدوح عباس، وهنقول بعد الاستاذ مرتضى منصور، مين اللي في نادي الزمالك يديره؟ انت مش شايف ان في حد من ولاد النادي الزمالك يقدر يدير نادي الزمالك زي نادي الاهلي مثلا؟ ما هو نادي الاهلي اشمعنى في جيل بيسلم جيل؟ لا ما اظنش ان في حد في نادي الزمالك يقدر يدير النادي. ما تظنش؟ لا ما اظنش. لا طب مين دلوقتي الانسب حاليا لقياده النادي؟ ايدي على ايدك. مفيش. ايدي على ايدك. ده مش ان احنا خلاص يعني خلاص يعني مش لاقيين حد، لكن النهارده تسال اي حد ما يقدرش يخش ويخوض في المجال ده. ما يقدرش يخش يخاف لا يتهاجم لا يتشتم طبعا، لا يتعرض لتاريخه. ناس بتخاف على اسمها وناس بتحترم نفسها وما يقدروش يعملوا الكلام ده كله. طيب في كلام برضو عايز اوريه لحضرتك. ماشي. اكتر شخص في هذا التوقيت كابتن حسن شحاتة مش ممكن يسامحه ولا يمكن يسامحه هو اكيد رئيس نادي الزمالك الحالي. الحالي مين؟ استاذ مصطفى منصور.
طب ده رأي إيهاب الخطيب. أيوة ما سامحوش ليه؟ علشان حال نادي الزمالك هو من وجهة نظره شايف كده. احنا ما نسمحش المستشار مرتضى منصور لنادي الزمالك. نادي الزمالك الرياضي الرياضي مش الاجتماعي. ما هو يقصد كده. طيب ما انا عارف هو ما يقصد كده يقول كده لان في ناس برضو كتير ما تفهمش بالظبط ايه اللي بين رياضي. الكلام اللي بين الكلام. لكن احنا النهارده طبعا ما نسمحش الاستاذ مرتضى منصور للحاله اللي بقت متدنيه في الالعاب كلها. في الالعاب كلها. انت لما تكون انت كده قاعده حضرتك سوري بقى في الكلمه وقاعده كده بتتفرج على نشره الاخبار الرياضيه وانا دايما بعملها بالليل في الاون بعد النشره تيجي نشره الاخبار الرياضيه كل الالعاب النادي الاهلي واخدها حتى بما فيها كره الميه كله الووتر بول كله السله لا مفيش الهاند بول مفيش الطايره مفيش الووتر بول اخر حاجه كنت اعرفها وكسب 11-3 طيب انت بقى انت قاعده شكلك حالك ايه احنا بقى نتهم مين نتهم مين قولي لي حضرتك نتهم قولي مين انت ما انا بقول لك اهو نتهم مين احنا ما نسامحش مين اللي هو المسؤول رئيس النادي رئيس النادي وده الوضع الطبيعي هو زي ما بيقولوا الكبير موجود الكبير اللي موجود ده احنا مش هنسامحه طب الحل ايه انت شايف من وجهه نظرك الحل ايه يخرج ازاي من الكبوه دي 15 سنة يا كابتن نادي بيعين يخرج ازاي الكبوة دي اللي انت تقول يعني لازم زي ما بيقولوا بقى ان لعيبة الزمالك كلها تتفق مع بعضها ان هم لازم ليهم وقفة ليهم رد فعل للي بيحصل حاجات كتيرة جدا 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 من غير ما يكون حد فيهم خايف ما يكون في حد فيهم قلقان ان هو يهان أو, او 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 طب حضرتك انت ممكن تقود مبادرة لده واي نوت ليه لا ممكن تعمل كده لي لا عمار ده نادي النادي هو اللي وصلنا هو اللي وصلني للقعده اللي مع حضرتك دي مش هقول لك وصلنا لايه لا وصلني للقعده اللي مع حضرتك ده غير حاجات كتيره جدا جدا انا وصلت ليها من خلال نادي الزمالك يعني في الفتره الجايه هنشوف الكابتن حسن شحاته ممكن يقود مبادره ان شاء الله لانقاذ نادي الزمالك ان شاء الله ان شاء الله لو سالتك وقلت لك ايه رايك في ازمه عبد الله السعيد والله أنا قلت رأيي أنا قلت رأيي يمكن حتى في مع كريم في القناة بتاع كريم أو البرنامج بتاع كريم وكنت طلبت الكابتن محمود الخطيب وقلت إن عبد الله السعيد رجل عطل للنادي الأهلي كتير طبعا قبل ما أعرف إن هو مضى للزمالك وقبل ما أعرف أنا فكر على أساس إن هو لاعب في النادي الأهلي أنا عايز أعرف بقى بعد ما أنت عرفت لا ما ليش دعوه برضه بامضته النادي الزمالك لكن أنا بتكلم في اللي كان قبل ما يمضي أو لما كان مضى ومحدش عارف يعني وقلت ان عبد الله سعيد كابتن خطيب المفروض تسيبوه الراجل النهارده وصل ل 32 سنه 33 سنه قدامه سنتين ولما يجي له مبلغ زي ده يبقى ده المستقبل فانت عشان خاطر مستقبله لازم تسيبه ان هو يروح للنادي انا كنت فاكر ان هو رايح الامارات او رايح السعوديه او رايح اي حته وهيدوا له المبلغ ده بس فعشان كده كنت طالب بطلب من كابتن خطيب ان هم يسيبوه لان هو وصل لمرحله اللي هو سنه واثنين وهيبطل فده مبلغ ما لا يستهان به ومش هيقدر يعمله في سنتين ولا في ثلاثه ولا في اربعه ولا في خمسه فلازم يسيبه عشان يبقى مستقبله طيب في راي لإيهاب الخطيب عايز حضرتك تسمعه معايا اتفضل لحظه هدم مدرجات حلمي زامورا هو هدم لتاريخ نادي الزمالك صمت رموز نادي الزمالك وسكوتهم على هدم مدرجات حلمي زامورا هو سكوتهم على هدم تاريخهم لأن تاريخهم اللي اتهدم مع هدم مدرجات استاد الزمالك رأيك إيه؟ ده الكلام اللي بيقوله إيهاب الكلام إيهاب الخطيب أو ما نعرف كده هو كلام صح بس لازم حضرتك تعرف إن التاريخ عمره ما يتمسح التاريخ مش هيتمسح طبعاً دي مدرجات طبعاً إحنا كلنا يعني كنا غير راضيين عن الكلام اللي بيتقال ان هم هيهدوها عشان يعملوا مول كبير والمول الكبير ده هيدخل لنادي الزمالك حاجات كتيره جدا زي ما اتعمل وده استاد حلمي زامورا زي ما اتعمل الرئيس الاسطوري انا هقول لحضرتك طبعا زي ما اتعمل المحلات داير حوالين نادي الزمالك لما يتعمل مول جوه نفس الكلام لكن هو التاريخ عمره ما هيتمحي والتاريخ لا يمكن يتمحي عارفه لكن هو اللي بيحز في نفوسنا او بيحز في نفوس الزملكاويه ان الملعب ده شاف نجوم لا حصر لها من اول من اخر شاف نجوم كذا كذا وهم بيعتبروا لما يتهد
يبقى هو هد النجوم دي كلها وهد تاريخ النجوم دي كلها. برغم ان المستشار مرتضى منصور كان جاب اوراق وقال ان هو قايل السقوط، لا لا. يعني كان ممكن يترمم. لا 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 ما كانش قايل السقوط، ما كانش قايل ان هو قايل السقوط. لا طيب انا هاخد حضرتك لحته تانية. في برنامج الاعلامي احمد شوبير كان اسمه الراجل ده ابويا، وكان كريم كان ضيف في البرنامج، قال ان حضرتك ما بتستمتعش بعملك كمحلل. بص حضرتك، انا ما بستمتعش فعلا بعملي كمحلل لسبب واحد. ايه هو؟ ان الكره ديت عندنا طلع ups and downs، يعني طلع تطلع وبتنزل، طلع نازله، وبالتالي ما بتستمتعنيش. يعني تستمتعيش وبعدين بتشوفي إن انت بتحب تبقى في الملعب كوتش جنبها. جنبها جنب الملعونة دي، جنب الملعونة سميها الملعونة. جنب الملعونة دي، فوجودي في الاستوديو مش ما استمتعش، لا، وجودي في الاستوديو بيبقى على حسب المستوى. يعني أنا ممكن تلاقيني قاعد وقرفان قوي، بيبان عليا أنا. بيبان عليا بس بتحلله. أنا بيبان عليا بس بحلله. يعني هقول لك ايه؟ طب هتعملي ايه؟ هتيجي تقولي لي والله ده اكل عيش؟ لا مش اكل عيش. انا خلاص الناس طلبت مني ان انا ابقى موجود، قولي لا ما بقاش موجود. لكن لما اكون قاعد وابقى قاعد متضايق بسوء المستوى اللي انا شايفه ده وضع طيب، يبقى مفيش استمتاع فيها خالص. بستمتع كره حلوه وبتتلعب، جون حلو بيجي بتاع الكلام ده كله، لكن لما الاقي الماتش كله منيل، وبعدين هي فرقه وفرقتين اللي انت ممكن تتفرج عليهم، بقيه الفرق يعني النهارده النادي الاهلي خد الدوري قبل ما يخلص الدوري بكام اسبوع، بكتير قوي. حته ان انت مفيش منافس ديت عمليه صعبه جدا. في ناس هتاخدني على كلام اللي انا بقوله ده وهتعاتبني عليه بشكل ممكن يكون وحش قوي ما يعجبش حد يعني، لكن هي دي الحقيقه. انت النهارده النادي الاهلي لما ياخد الدوري قبليها بست سبع اسابيع، طب كرة ايه بقى؟ الباقي ده هيلعب ليه؟ طب قول لي بقى، هو في نفس البرنامج قال ان انت كريم قال ان انت نفسك ترجع تاني تمرن المنتخب، لسه عايز تحقق الامنيه دي؟ انا طبعا يا ريت، انا اقول لك لا، نفسي ارجع المنتخب، ايه المشكله؟ وبعدين هم ناس بيهدوكي كمان، يعني انت نفسك ترجع المنتخب وده نفسه يدرب المنتخب، ما في مدربين كويسين كمان كلهم نفسهم يدربوا المنتخب، وبعدين يجي يقولوا لك والله ده احنا جددنا لكوبر قبل حتى ما يخوض كاس العالم، جددنا له تاني مرحله تانيه. بس طب رايك ايه؟ يعني خلاص انت اللي انت بتفكر فيه ما تفكرش فيه. اللي انتوا بتفكروا فيه عشان تمسكوا. طب انت المتحدة. رايك ايه في كوبر؟ مدرب عظيم ولا محظوظ؟ لا ولا اقدر اقول محظوظ ولا اقدر اقول عظيم، هو بيلعب على كارت واحد بكسب بيه الخطه الدفاعيه؟ لا لا، امال ايه؟ محمد صلاح بس خلاص. ما انا مسميه المنتخب اللاعب الاوحد. صحيح في 2-3 لعيبه، ايوه في 2-3 لعيبه كويسين، وسوري في الكلمه يعني، محمد صلاح هو اللي بيعمل الشغل كله. بيعمل شغل، ربنا يحميه يا رب. طيب في فيديو عايزك تبص عليه، اتفضل. يلا. ممكن يبقى نادي الاهلي مثلا ممكن يوافق على تدريبه؟ ما اتعرضتش، لو اتعرضت ما كانش هيقول لا. ما كانش هيقول لا، ما كانش هيقول لا. لو اتعرض عليك تدريب الاهلي كنت هتوافق؟ سالت السؤال ده 1000 مره. طيب ما عندي، ما قلتوش. لا، مدرب محترف وما وافقش ليه ان انا ادرب النادي الاهلي. طيب لو اتعرض عليا هوافق بس. مين افضل مدرب في مصر حاليا؟ انا دايما اقول افضل مدرب بالنتائج بتاعته. يعني مين؟ انا عندي حسام البدري وعندي حسام حسن، دول افضل اثنين عاملين نتائج في الدوري. طب ايهاب جلال تحطه رقم كام؟ لا، ايهاب جلال احطه في الرقم اللي هو موجود فيه في جدول الدوري، الثاني بعد حسام البدري، ممكن يبقى ايهاب جلال وبعدين يبقى حسام حسن. ما هو كده، يعني انت مش هتقدر تقولي والله اصل ده واخد دورات كذا وده واخد دورات كذا، لكن النتائج ايه؟ طب كرة إيه؟ الاهلي بالنسبه للكابتن حسن، امتع مع حسام البدري ولا امتع مع جوزيه؟ مين الافضل فيهم؟ لا، ده جوزيه كان معاه جيل وحسام البدري معاه جيل، مختلفين تماما عن بعض. المتعه، لكن المتعه اللي انا بشوفها دلوقتي من حسام البدري. اللي انا بشوفها دلوقتي من حسام البدري، الكره السهله، الباسنج جيم، الحاجات دي كلها هي اللي بنحب نتفرج عليها.
ما تقدريش انت تقولي لا والله الصد الرد اللي احنا بنتفرج عليها دي بتاع. لكن كرة النادي الاهلي كرة نادي الزمالك في الست سبع اسابيع الاخيرة كرة حسام حسن مع النادي المصري, شوف منه, عشان كده بقولك ان النتائج والكرة هم هي اللي بتحدد, بيجبروك انك تنطقي وتقولي. طيب في اراء تانية عايزك تشوفها. ماشي اوكي. بعد ما ساب منتخب مصر, خلي بالك منتخب مصر ده بيبقى اعلى تارجت, او منتخب البلد بيبقى اعلى تارجت لاي مدرب. يمكن احنا الخطوات اللي بعد منتخب مصر, كابتن حسن وانا عشان هو يعني بنستشير بعض دايما في المحطات او الفرق اللي هو بيمسكها, ما حسبناهاش كويس. يمكن كان لازم كابتن حسن بعد ما يسيب منتخب مصر ان هو يمسك منتخبات, ما يمسكش انديه, يبقى ان هو وصل لاعلى كاتيجوري مع المنتخب. فلما راح للانديه ومسك انديه كمان للاسف ما عندهاش طموح البطوله او ما عندهاش مقاومات البطوله. كابتن حسن شخص طموح جدا, ومدرب لما بيكون عايز يمسك فرقه ايا كانت الفرقه ضعيفه او قويه بيبقى عايز يكسب بطوله. فبعد ما وصلت مع المنتخب لبطوله امم افريقيا 3 مرات ولعبت كاس عالم قارات, وكنت قريب جدا ان انت توصل كاس عالم, المحطات اللي احنا اخترناها بعد منتخب مصر ما كانتش مناسبه لطموح وامكانيات كابتن حسن, فعشان كده ما نجحش. مش هيسامح نفسه ابدا, ده اللي انا متيقن منه, لانه حاسس حتى دلوقتي وفي اللحظه دي يعلم جيدا انه كان يجب ان يتوقف عند مرحله المنتخب ولا يشارك مع انديه اقل من مستواه. كابتن حسن شحاته خد قرار خاطئ جدا لما درب بعض الفرق. كابتن حسن شحاته كان لازم يفضل مدرب منتخبات بس, قراره بانه يتولى اداره فنيه لبعض الفرق كان اكبر قرار خده الكابتن بشكل خاطئ. معاهم كلامهم صح, هم كلامهم صح, بس انا عندي عندي على حساب نفسك. بعاند, مش على حساب نفسي, انا كنت بعاند ناس عارفهم ان هم لا يمكن كانوا معايا ولا هيبقوا معايا, وطالبوني بالاعتزال. يعني طالبوني بالاعتزال, مش ان انت تدرب منتخبات, لا, طالبوني بالاعتزال تماما. ايوه, بس انت عندك معاهم اثر عليك بالسلب. لا, هو اثر عليا بالسلب عشان انا زي ما قال كريم وزي ما قالوا الكباتن ايهاب وشادي ان انا دربت انديه او ناديين بمعنى صح, ما هم كانوا ناديين اقل من مستوى حسن شحاته. مش عاوز اقول اقل من مستوى, ما عندهمش طموح. انا عاوز اقل من طموحات حسن شحاته, عاوزه تاخد بطولات, عاوزه تكسب بطولات, عاوزه تلعب افريقيا, الحاجات دي كلها. عشان كده حساباتي كانت خطا, حساباتي كانت خطا, ودي انا بعترف بيها, دي حقيقه يعني انا بعترف بيها. طب السنه الجايه هتكون فين؟ الله اعلم, الله اعلم. تفكر في عمر صح؟ هقول لحضرتك, انا جالي منتخبات كتيره. منتخب نيجيريا, الناس اللي انا بقول لحضرتك عليهم بوظيهم كلهم, وقفوا في العقود دي, بوظوها كلها. طب وخصوصا نيجيريا كمان؟ لا نيجيريا, لا نيجيريا, لا ده نيجيريا دي كان كاس العالم والبلد هي اللي رفضت. كويس, لكن جالي منتخبات تانية ومنتخبات جامده جدا. طب هم اقوياء للدرجات دي؟ يعني في نفوذ ان هم يبوظوا العقود دي؟ ما تقولي كلمه كده ولا كلمه كده ولا كلمه كده, ممكن بتاثر على اي حد. وهم دول اللي فالحين فيه. يعني ده اللي فالحين فيه وبيتكلموا كتير. طيب اخر راي بقى في الفقره دي عايزك تشوف. اتفضل. بعد ثوره يناير يمكن الناس فيها لغز كبير جدا, ليه الكابتن حسن شحاته استقال من تدريب المنتخب؟ البعض اوعز وقال للكابتن حسن شحاته انت المطلوب تمشي ما تكملش, واكيد هو هيتكلم في الجزئيه دي لانها مهمه جدا. ليه اجبر الكابتن حسن شحاته على تقديم استقاله؟ اعتقد ان الكابتن حسن شحاته ما قدمش استقالته, اعتقد اللي البعض كلم الكابتن حسن وقال له في هذا التوقيت قدم استقاله, انت مش مرغوب فيك, والكلام ده طلع في الاخر كلام مش مظبوط. الكلام ده مظبوط جدا. والتهديدات دي كانت من مين؟ ده بعد الحرب. بعد الثوره, نكسه قصدي. نكسه, انا مسميها نكسه. طيب مش مسميها ثوره يعني, وانتوا حرين بقى براحتكم, تزعلوا مني ما تزعلوش مني, انتوا حرين يعني. وطلب مني والله يرحمه الكابتن سمير, الله يرحمه ويحسن اليه, انا بعد ماتش جنوب افريقيا هنا واحنا خلاص خرجنا من التاهل لامم افريقيا, انا لسه طالع البيت وبدوس على الاسانسير ولقيت تليفون, رديت لقيته الكابتن سمير زاهر, الله يرحمه. الله يرحمه يا حسين. يا كابتن سمير خير ان شاء الله,
قال لي حسن انا عاوزك تجي لي بكره. قلت له انت من غير ما تقول انا بفكر ان انا اجي لك بكره المكتب من غير انت ما تقول، فانا بكره هجي لك المكتب. تاني يوم كلمت شوي حماده واحمد سليمان، يا جماعه انا رايح للكابتن سمير لان انا هسيب المنتخب، لان انا هسيبه، لان هو قال لي في التليفون الكلام اللي قاله دلوقتي ايهاب. مين اللي قال لك؟ كابتن سمير. كابتن سمير بس انت قلت له انا كده كده جاي لك بكره. اما هو قال لي الكلام بقى في التليفون انا عشان كده يعني انا اسيب، لان في فلان الفلاني فلان الفلاني كان قاعد معايا دلوقتي وقال هما مين بقى. لا معلش الموضوع خلص. لا الموضوع من زمان وقديم. موضوع اللي خلص لا بس ده الناس بره السلطه ده شخصيات جامده. لا شخصيات جامده. انت كده اكنك انت خايف يا كابتن حسن بتدينيهم. لا مش خايف. خايف يا كابتن حسن. انا مش خايف ان انا هيعملوا فيا حاجه، لكن انت بتدينيهم. طيب كمل ايه اللي حصل. فروحت للكابتن سمير بعد ما قال لي الكلام ده في التليفون، يا شوقي كذا كذا انا رايح. قالوا لي اوعى. قالوا لي اوعى تسيب وتقدم استقالتك. قلت لهم انا مش هقدم استقالتي، بس انا هروح اشوف الكابتن سمير عاوز ايه، ويا اما تتحل ودي يا اما انا مش هقدم استقالتي. المهم رحت للكابتن سمير، هم مش عاوزين اروح للكابتن سمير ويلحقوني على هناك يعني. يا كابتن سمير وبتاع ده شربنا القهوه شربنا الشاي، قال لي في كذا وكذا 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 وفلان الفلاني قال لازم حسن يبعد شويه. قلت له طب ابعد ليه برضه؟ يعني عاوز اعرف ابعد ليه؟ احنا واخدين 3 بطولات والسنه دي ما تاهلناش لانهم افريقيا، طب ايه المشكله يعني؟ قال لي لا هم مش عاوزينك تبقى موجود. ف مش هقف مش هقف ما انا مش هقف قدام الامواج بقى، مش الموجه، مش هقف قدام الامواج يعني. وانا طبعا انا ما كانش مرغوب فيا لان انا كنت مع يعني على حساب كانت علاقتك جيده على حساب الفلول بالرئيس الاسبق على حساب الفلول انا كنت من الفلول يعتبر يعني، وكنت في القايمه اللي هم القايمه السوداء اللي كانوا عاملينها يعني. يعني مشيت بالتراضي. انا مشيت بالتراضي مع الكابتن سمير لكن اللي طلبوا ان انا امشي ما كانش بالتراضي. لا تراضي اي تراضي كان بالاجبار. اجبار طبعا. طيب. بعد الإجبار بقى نطلع لفصل ونرجع نكمل كلامنا وآخر فقرة معنا أنا والآخرون، استنونا. رجعنا مرة تانية وآخر فقرة أنا والآخرون من غير لف ولا دوران. خلينا أسألك بقى، مين المسؤول عن دم شهداء جماهير نادي الزمالك العشرين في استاد الدفاع الجوي؟ لا اصل انا سمعت زي ما حضرتك سمعتي يعني انا سمعت ان هو كان في تداخل كبير من الجماهير وفي الابواب بتاعه اللي كانوا عاملينها عشان الجماهير تخش منها او عشان ينظموا الدخول بشكل كويس. ف انا ما عنديش فكره غير ان انا برضو قاعد عشان اتفرج على الماتش وبتاع وبعدين سمعت الكلام ده. طيب رايك الشخصي بقى في الالترس، ظاهره الالترس إيجابية ولا سلبية؟ ظاهرة الألتر دي سلبية للكرة المصرية وسلبية للجماهير المصرية، مش عاوز أقول لمصر لكن الجماهير المصرية. إحنا ما بنصدق وكنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نقول رأينا في عودة الجماهير وإن الدولة توافق والداخلية توافق مع الحزبان إن يبقى في تنظيم شرطي وتنظيم من الجيش و و و عشان الأمور ترجع ليه مجاريها. لكن طب بس أنت مش شايف إن أي نادي في الدنيا بيبقى له ألترس؟ وفي ناس ما بيحصلش معاهم كده. لا في ناس ما بيحصلش معاها كده لان الالترس النهارده بقى الالترس عدواني. بقى الالترس عدواني يعني هم يعني السبب. هم مش عاوزين. ايوه طبعا هم السبب. هم مش عاوزين يبقى في جماهير وكل ده ها كانوا بيقولوا عشان شهداء جماهير النادي الاهلي. شهداء جماهير النادي الاهلي الدنيا كلها دلوقتي عارفه ايه اللي حصل وايه كذا ومين اللي هو وصلنا للمرحله دي والكلام ده كله خلاص. لكن ان هو اللي حصل في النادي الاهلي والنادي الاهلي كسبان والكلام ده كلام كله ما ينفعش يبقى طيب موجود في مصر. في فيديو عايزه حضرتك تبص عليه. اوكي. في طبعا لاعبين قمت بتدريبهم وعرفت بعد فتره انهم بيتعاطوا المخدرات او المنشطات، نعم ام لا؟ لا ما اعرفش حاجه زي كده. اصل لو عرفت حاجه زي كده برضو يعني بالرغم ان انت عاوزه نعم او لا، لو عرفت حاجه زي كده هيبقى ليا موقف شديد يعني. لكن انا ما عنديش فكره وما عنديش استعداد ان انا اعرف حتى لو حب جم يحكوا لي ان انا اعرف ان ده بيتعاطى او ده ما يتعاطاش. والتدخين كان مشكله؟ لا التدخين لا انا عارف التدخين. التدخين عادي كان يعتبر تدخين والامور الاخرى. اخرى ايه؟
أخرى فين؟ أخرى فين يا كابتن؟ زي ما أحمد مكي عملها كده. آه والستات يعني. والستات طبيعي. الستات على طول خط قفشت حد كابتن؟ قفشتهم؟ كتير. قفشت كتير. وتعمل إيه كنت بوقتها؟ كنت بقى أنا ما كنتش بروح بنفسي. يعني ما كنتش بروح نفسي. طلعت المخبر. لو رحت بنفسي والله لو رحت بنفسي هيبقى موقفه وحش وموقفه هو كمان وحش. فكنت ببعت ناس يصوروهم بس. يصوروهم؟ لا. اي ما يبقى في عندك اثبات. مش لازم يبقى عندك اثبات، بس ما كنتش بعمل حاجه بعديها غير ان انا باخد فكره فقط لا غير. تشوف اذا حلو الست ولا لا. طيب انت كنت بتعمل كده ليه؟ كنت أنا بتبعت ناس كده؟ انا ما بعملش كده، انا قاعد في امان الله. ايوه بتبعت حد يروح جاي لي تليفون. انا هبعت حد عمال على بطال يروح جاي لي تليفون، يا كابتن ده بارمان في احدى الفنادق يعني، يا كابتن احنا عندنا فلان الفناني قاعد كذا 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 بيشرب كذا كذا ومعاه كذا كذا. بس وانا يعني هو انا بقرا الغيب، فانا لما بيجي لي تليفون وكذا وكذا ببعت اذا كان الكلام ده صح ولا غلط، بيطلع في النهايه صح. فبوريك قد ايه الشعب كان يعني مش عاوز اي حد من ال. طب انت كنت بتصورهم ليه؟ عشان تبقى كسر عينهم؟ اكسر؟ لا لا انا اكسر عينهم. طب انا طب لو عاوز لو عاوز امشيها امشيها. ايوه كنت بتستخدمها في ايه؟ من غير ما اقول له السبب يعني، انا عاوز امشي لعيب. ايوه من غير ما اقول له السبب مش لازم تصوره. ايوه بتصور عشان يبقى معاك دليل. طيب لا ولا مش ما انا بقول له يعني. طب كنت هتستخدمه في ايه؟ انا مش هستخدمه في حاجه، انا هستخدمه مثلا بيني وبينه لو مستواه قل شويه ولا حاجه هقول له عشان انت كذا كذا كذا، هيجي ينكر وهقول له اتفضل. طيب مين اللي قفشته كذا مره؟ عشان نروح مين اللي قفشته كذا؟ من غير اسامي. لا من غير اسامي يعني، مثلا في لعيبه كانت بتتكرر مع حد حاجه هي مرتين قرر بارمان ان في واحد كان قاعد كذا 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 بيشرب وواحد تاني يعني شوف الجبروت قاعد على القهوه بيشرب شيشه ولابس لبس المنتخب، يعني بيقول للناس انا اهو، عاوز اكتر من كده ايه؟ عاوز اكتر من كده ايه؟ طيب انا بقى في صور عايز اعرضها لك وتعلق على كل صوره. ماشي اوكي تمام أوكي. يلا اول صوره معانا المستشار مرتضى. شوف هو زعلان ازاي. هو لازم يكون زعلان على اللي بيحصل في نادي الزمالك، يعني نادي الزمالك لما قعد فتره 6-7 مباريات بيكسب، وكلنا اتكلمنا على الكابتن ايهاب جلال واتكلمنا على اللعيبه و و و و وبعدين خرج من افريقيا مع فرقه دور ال 32 ده فرقه اثيوبيا. اثيوبيا يعني خرج مع مركز فرقه شباب يعني ملهاش في الكوره. دي كارثه كارثه. عشان كده هو باين ان هو مكشر وزعلان وبتاع، ده وضع طبيعي. ده فرقه ما مش حتى على مستوى مراكز الشعبيه يعني. بس هو طلعت نادي الزمالك. طيب تعال نشوف الصوره الثانيه. الله يمسيهم بالخير. وجه لهم كلمة. الله يمسيهم بالخير وربنا يديك الصحة يا ريس. طيب الصورة الجاية. الله يرحمه. الله يرحمه. ده بني آدم جميل، بني آدم طيب، بني آدم خير. اللي يشوف الكابتن سمير ما يقولش عليه كل ده. لكن اللي كان بيعمله الكابتن سمير في كل المواصفات اللي أنا قلت لحضرتك عليها دلوقتي، وكان مساند لينا بشكل فوق الخيال. الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. حسيت بايه لما ظروفك منعتك ان انت تحضر الجنازه؟ انا ما كنتش هنا اصلا. ما كنتش موجود. لا انا كنت في المغرب. عشان بقول لحضرتك. طب حسيت بايه بقى وانت مش قادر او مش عارف تحضر جنازته؟ مش عارف يعني، وحتى مش عارف تليفون حماده ابنه اكلمهم، وطبعا عارف ان هم ممكن ما كانوش ردوا عليا. للظروف. لكن انا حزنت حزن، ومش عاوز اقول للناس يعني انا حزنت عشان ما اوريهوش ازاي انا كنت بحب الكابتن سمير وبعز الكابتن سمير، ولما كان في المستشفى اول مره رحت له. بس لما تعب تاني مره ما رحتش للاسف يعني. كان تقصير منك؟ انا بعتبره تقصير ان انا اعرف ان هو دخل المستشفى تاني وما رحتش. بس هم لما كانوا قالوا لي ان هو مش حاسس بحد خالص ومش دريان بحد خالص يعني. لكن كنت دايما بصراحه بدعي له بالشفاء وربنا يشفيه وربنا يرحمه دلوقتي ان شاء الله. ربنا يرحمه ان شاء الله. ليه دايما كان بيتقال ان الكابتن احمد شوبير
انه وقف لك بالمرصاد وده كان واضح لما كنت بقى لله. مدرب المنتخب الحمد لله انت عارف انه كان واضح يعني ليه ما اعرفش تتوجه له السؤال ده ما عندكش اي معلومه لا حد بيقول لك ليه ولا اقدر اقول لك اي سبب خالص ليه هو كان ضدي وما زال ما زال ما اقدرش اقول لك السبب ايه ما اقدرش طيب في فيديو عايز حضرتك تبص عليه اوكي حضرتك حققت بطولة 2006 و2008 و2010 ما هو اللي بيقال غير كده انا ما كنتش بعمل حاجه ما هو اللي بيقال غير كده انا ما كنتش بعمل حاجه ده حصل معايا اكتر من واحد بعد ما بيتحقق الانجاز اتحقق حاجه ده احنا اللي كنا بنعمل كل حاجه طيب هقولها هقول لك منتهى الصراحه وانا عارف حضرتك صريح قيل ان وصل لك معلومات يعني انا علمت ده من اشخاص قريبين منك وانا علمت اساسا لان الكابتن شوقي غريب قال في بعض يعني مقابل كابتن سمير زاهر في اوقات كتيره في اوقات هقول لحضرتك قابل كابتن سمير زاهر قال هذا الكلام ان هو اللي كان بيعمل كل حاجه قال للعيبه النادي الاسماعيلي في جلسه وهو بيدرب نادي الاسماعيلي ان هو كان بيعمل كل حاجه هل وصلت لك المعلومات دي من اشخاص هي المعلومات دي عندي من اول يوم من الكابتن سمير زاهر قال لك طبعا هو وانا عارف ان هو في اكتر من مكان بيقول الكلام ده كذا 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 طب منين بقى هني اللي هو زعلان ان انا ما هنتوش ان هو بقى مدير فني المنتخب مصر وهو بيتكلم الكلام ده على طول من اول يوم الرد ده الرد ده شوقي غريب ناكر الجميل لا ما اقدرش اقول ناكر الجميل لكن هو بيحب ان هو ينسب الفضل لنفسه نقدر نقول بينسب لنفسه كل حاجه وده الكلام باين من الحوار مع خالد الغندور يعني طيب علاقتكم دلوقتي عامله ايه زي الفل ولسه عازمني على كتب كتاب ابنه ان شاء الله قلت له بس فكرني عشان انا في الحاجات دي بنسى كتير يعني لا ما انا بقول لك عادي يعني انا بقول لك عادي جدا 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 ان انا اللي شفته واللي بشوفه انا بالنسبه لي عادي جدا 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 طيب كابتن حسن شحاته نورتني النهارده الله ينور عليك ويا رب تكون اتبسطت لا القعدة مع حضرتك تبسط جدا نورتني يا كابتن جدا. الله ميرسي. ينور عليك أشكرك شكرا استنوني في أنا وأنا جديدة أشوفكم على خير وتصبحوا على ألف خير